آه أوكي، لا ابو تبقى عمو بايظة، منور ماشي الدنيا، مش مشكلة. نور بيك حبيبي، كيفك التحية استاذ الطيبة لكم جميعا أحبتي الكرام، عساكم حبيبي؟ طيبين مولانا وجميعا. حمد، مولانا هلا احنا هلا. طيبين السلام طول ما انت عليكم. طيب وبخير. أنا طيب، تسلم لي ثانية احمد وردة. هنجيلك. هل يوم القيامة حق يا مولانا؟ لسه فاتحين حالا. والله أنا رجال مقعد، ما بعرف القيام كيف بيكون يعني. طيب بنشوف، طيب بقية الناس هيعرفوا ولا مش هيعرفوا. اللي عنده حاجة في موضوع القيامة يخليني أنا أقدر أقوم، فأنا ما عنديش مشكلة معه. هو انا الصراحة كمان النهاردة كمان عايز اركز شوية على موضوع المسيح الدجال ده، لان ده عامل خرم كبير للناس. عايزين نشوف الموضوع ده ونشوف الحديث بتاع تميم الداري. الله، قصدك الجساسة. ايوه عايزين نقرا كده القصة دي مع بعض كده ونفهمها. بس نسمع احمد بقى. اهلا يا احمد. أكاد أجزم بأن الذي كتب هذه السلام القصة عليكم أوحى للناس الذين كتبوا بعد استاذ. ذلك قصة سندباد، اللي لما دخل على الجزيرة ولقى واحد والله جلس هكذا نفس جاثم احساسي على. يا مولانا اول مره قريتها. والله والله يا ابو عمو كانك بتقرا افكاري. اول مره قريت القصه بتاعت الجساسه دي كنت مسلم، كنت حاسس ان انا بقرا قصه للسندباد. قسم بالله، أنا قبل ما ألتزم بالدين وأصير أقرأ بالدين، كنت أحب قصص ألف ليلة وليلة. كان عندي الكتاب كامل يعني، الأربع أجزاء تبعها، فكنت شبه حافظها. فكان لما بدأت أقرأ في الدين وكذا، ف يعني شفت إنه لا، في واحد ألهم الثاني يعني، مين ألهم مين ما مش عارف يعني. بالتأكيد في حاجة غلط، تأكيدا في حاجة غلط. فكرة الحديث موضوع كمان يوم طويل القيامة يعني. يعني، أنتم ما أدري يعني إذا تتذكرون أو لا، يعني في عليها كمية تفاصيل يعني. أنت بالفعل تشعر أنه لو ما في هذا الدين قرف حاجة مقرفة، إلا يوم القيامة كانت كافية يعني. يكفيك طب أنك أنت تعرف أنه الناس كلها راح تجلس بالعرق يعني، العرق تبعها يعني هكذا بسين من العرق، والكل جالس موجود في هذا العرق يعني. تفاصيل غريبة كمان جدا يعني. خيال المؤلف كان غريب والله يا مولانا. الفكرة بتاعت ان هو يفكر في تفصيلة زي دي ليه؟ يعني تفاصيل المؤلف كمان غريبة، بخلاف أنت ان تعرف إنه الحبكة مش كمان شغالة. يعني أعظم حاجة في حديث يوم القيامة هو حديث الحوض. اللي هنشرب شوربة لا نظمأ من بعدها ابدا. لا، حديث الحوض هذا يجي النبي محمد على الحوض، فيجيبون ناس يجون على أساس يشربون من الحوض، فتجي الملائكة تأخذهم، تحسهم إنه دخلوا تهريب هذول، عارف كيف؟ ده اللي جابك هنا. كيف وصلوا لمرحلة الحوض ما بتعرف. فيقول لك يحال بيني وبينه، فقل يا لي ما هؤلاء أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدي. فطبعا تركوا هذا مثل ما يقال، ترك لك النهاية مفتوحة، عارف كيف؟ فأنت يلا دخل فيهم اللي بدك إياه يعني. طيب ماشي يا ابو عم، عارف انا هدي لك جيست حاضر، بس اصبر بس خلينا نسمع استاذ احمد بعد كده هطلعك، خليك قاعد تحت يا عارف. اهلا يا استاذ السلام احمد، عليكم. اتفضل. أهلا وعليك أستاذ السلام، اهلا مولانا، وسهلا، تحية لك وتحية تحياتي. للأستاذ حسيني وتحية للأستاذ محمد صالح وتحية للأستاذ تمسوح اللي ما حاضر اليوم أعتقد. أنا من لا متابعيكم من هيحضر ان شاء الشباب، الله. حبيت أنه يعني فترة طويلة أنا أتابعكم على اليوتيوب وعلى حبيبي التيك توك. احلى ناس شعبك حبيبي العراق. الغالي، ربي يحفظك ويسلمك ويسلم الأخوة جميعا. بس حبيت أعطي رأيي بالموضوع، لأن تعرف إحنا يعني البيئة مالتنا شوية ما عندنا أنه انفتاح وحرية التعبير عن الرأي، لذلك انت أنا حبيت بتستخدم سماعة أتعرفكم بلوتوث شوية أستاذ. يا احمد؟ نعم نعم أستاذ حسين، يرفعها. اه يا ريت تفكها لان الصوت سيء جدا. تمام.
أنا حبيت أنه أعبر عن رأيي هنا بالبث مالتكم بخصوص يوم القيامة، إذا تسمحوا لي ويسمح وقتكم بالموضوع. تفضل تفضل أشكرك تفضل، أستاذ معك دقيقتين ماني. اعبر بخصوص عن يوم رايك يا القيامة، سيدي. يوم القيامة من نعم أستاذ، بقول لك معاك دقيقتين عبر عن رايك في موضوع القيامة، اتفضل. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، لذلك راح شوية اتسرع بالكلام. من الناحية المنطقية، يوم القيامة اذا ناخذها من الناحية الزمنية، من الناحية الزمنية انه اكو ناس ماتت قبل الاف السنين، واكو ناس ماتت هسه، واكو ناس راح تموت بعد فترة من الزمن، لذلك فان فترة انتظار هذا يوم المحكمة هاي ما راح تكون عادلة لجميع الناس. هاي من ناحيه، من الناحيه الاخرى، من الناحيه هاي من الناحيه المنطقيه، من ناحيه العداله، انه من ناحيه العداله الانسان بطبيعه الحال اني اليوم من عندي فد اي عمل او اي مشروع، اني من حقي انه اكافئ الاشخاص اللي يقومون لي بهذا المشروع، حتى وان كان خدمه او كان من النوع التقديس والعباده، لكن الاشخاص اللي ما يقدموا لي خدمه، انا مو من حقي اعاقبهم، يكفي انه اني ما اكافئهم. فمن ناحيه العدل انه يكفي للاله انه الاشخاص اللي ما يعبدونه ما يوديهم للجنه، يكفي ذلك، ما لازم انه ما من الناحيه المنطقيه انا اخذهم واذبهم بالنار لان ما يعبدوني. هذه قضية، وهذا أنا حبيت أن أعبر عن رأيي، وأشكركم على وقتكم، وأنا جدا سعيد بمتابعتكم، وإن شاء الله ربي يحفظكم. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا أستاذ أحمد حبيبي، نورتنا الحبة الصغيرين دول، شكرا ليك. طيب تعالى سيد خبير العرفاوي، تعالى تعالى عرفاوي. وعرفاوي قبل ما نبدأ عرفاوي، عشان بس نبقى مع بعض، انا مش زي البثوث التانية يا عرفاوي، انا مش هتاخد الليلة ونقعد نسهر معاك السهرة كلها. انا ما ايه انا ما بحبش الصوت الواحد والمونولوج خبير دكتور محمد العرفاوي، فمعلش يعني انت عندك عندي زي بقية الناس مداخلة كده مع بعض كده، هنخش في ديالوج سوا ربع ساعة تلت ساعة، هنقول لك شكرا اخدت قهوتك ونتفضل نمشي في الدور، متفقين؟ شكرا شكرا، تحية لك ولضيوفك الكرام. عندي سؤال أبغى أسأل محمد أبو صالح. لا 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 ليش؟ لا أنا بفهم ليش هذا الرجل لا كل ما أجي أسأله لا، يهرب. ده وده مش عليك انت بس، ده وده مش عليك انت بس، احنا اي حد ما أنا بيطلع ابن استاذ المساجد محمد ابو بقى، صالح. تعلمت الهروب من النبي محمد. طب ليه كل ما أنا أجي أكلمك تهرب مني؟ بفهم لا بس ليش نبي محمد، النبي محمد اقتدي بالنبي محمد لانه كان يا جبان بيهم. رجال لما يجوك المسلمين كذا تصير تفرض بقول لك النبي عضلاتك، لما محمد يجيك كان انا يهرب. على طول كده. ليش انت ما بدك الناس تقتدي بنبيك؟ عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما هرب، النبي اذا انت هرب يوم احد جبان كان بيضحي نعوذ باصحابه بالله. جبان مثل هات الجبل. اعطينا الحديث، هات اعطينا الحديث اذا بالحديث انت راجل صادق. في السيرة النبوية تستطيع ترجع لها. لا 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 لا، إذا أنت إذا عندك دليل كلام قل فارغ يا هذا حرفاوي، أنت الحديث تعرف أنك تافه، وثبت أن نبيكم كذا كذا، وتعرف أنك تافه ما بتعرف لا في الدين ولا يا في أي رجال حاجة، فأتركك سيبك. من هذا الهبل اللي والدليل بتعمله. والدليل أنه دعيتك مناظرة 10 مرات يا تقول لهم رجال أنت هذا، إنسان تافه وصلتني مناظرة كيف؟ الأخبار أنت أنا ممكن قلت لهم أناظر العرفاوي لا المساجد، أناظره. ولكن واحد تافه كيف أناظره يعني؟ تعرف ليش؟ لأنك من أول سؤال ما راح تقدر أتركك تجاوب. من الهبل يا عرفاوي، والله ما تقدر، أقسم أتركك من بالله اللي الهبل خلقني هذا، وخلقك اتركك ما من تقدر، الهبل ما هذا، تقدر 5 ثواني مع اتركك أول من سؤال الهبل، راح واحد تظل هكذا، من أول تظل سؤال هكذا راح والله تقول من أول بحسرتك سؤال إني عشان بس. أكمل حيجي يوم، عيش حيجي يوم عيش وأكيد عيش عيش بالهبل تبعك يا عرفاوي، هذا نهايتك. إن ربك لبالمرصاد يا محمد صالح، كيف الكذب ربك طلع كذاب والله. كمان اسمع، ايش حتكون انت شد من فرعون؟ هلك انت فرعون ربك طلع كذاب، وانتوا خلي قوم انت يا شيخ تعلمتم الكذب من ربكم. يا شيخ سيبك ولا كلام فاضي يا رجال، انت تعرف ايش الكلام حاطط على الفاضي هو ربنا اللي كان يقوله وانا نبيك عارف ليش، كذب. بس انا ما ابغى قدام الجمهور كذا ايش اطلعك، بس انت تقدر، ما ليش تقدر يا عرفاوي، واحد ما مهزأ. طيب اذا انت رجال وتحط ايدك على شوارعك رجال، واحد الان مهزأ، حاول انا خدني تعرف ان خدني الناس خمسة دقائق ووري وري وري علومك قدام الدجاجيل، مش قادر تستوعب الفكره، واحد مهزأ ما بقى بث الا ان مسح كرامتك فيه يعني، عارف كيف؟ فجالس ايش يعني، حاول تلاقي لك شغلانه ثانيه يعني، انت الان لو تشتغل اي شغله ثانيه يطلع لك اكثر من هذا الهبل اللي بتعمله بصراحه. وملاحده ينصحوني اني اشوف لي شغل، عرفاوي اني عرفاوي عرفاوي بدك تناقش بالبث مع ماني، ناقش بك بدك تضلك تغل وش سيئ، راح انزلك تمام يا هاي من التلت ساعة اللي بديتها لك يا عرفاوي.
يا سيد ماني، السؤال لك ولضيوفك الكرام، هل الإسلام تفضل. والشريعة لا حبيبي استنى، وقف الإسلامية وقف 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 ومحمد وقف صلى الله عليه وقف وقف وقف، احنا مش بص زي بص يا البذوذ حبيبي، الثانية. ماني استنى شوية يا حسين، ماني شرح لك، احنا مش مش زي البذوذ خايف من الثانية في السؤال؟ الملعب. اسمع اسمع، احنا مش زي البذوذ الثانية نعطيك اللي بدك اياه، في عندنا موضوع للبث بتحب تناقش فيه اهلا وسهلا، مش حاب اسحب حالك وروح عند يا الحبايب ابن اللي الحلال بيحبوك. صاحب البث الداني، ربع اسمع ما ربع ساعة اعطيتك ولا تتكلم في اللي شيء، انت عايزه، انت فاهم غلط، ربع ساعة في موضوع البث. موضوع طيب البث مش يا عايز ماني، ابث بنزلك. انا حجاوب على السؤال، بس هو سؤال وحيد لك وللضيوف، هل لا الشريعة مش الإسلامية، مهتمين، هو موضوع هنتكلم مش فيه، هو مش مهتمين سؤال وحيد. بأسئلتك، مش مهتمين بأسئلتك، بتحب تجاوب على سؤال البث اهلا مش وسهلا، مش السؤال حاب هذا راح ولا انزلك. ملحد استطاع الجواب عليه. يا عمي اسمعني يا عرفاوي، انا مش بث زي اللي بتروح عليهم بيعطوك اللي بدك اياه وتحكي زي ما بدك. في يعني عندنا انت هون حاسبني موضوع، انهم بيعطوني اللي بدي اياه مثلا؟ مستهبلينك لانهم حاسبني؟ بتحب، اسمعني بتحب تناقش بموضوع البث اهلا وسهلا، مش حاب انزل تحت. يعني قدام الضيوف كذا، ايش شخصيتك انك انسان يجي يتكلم وانت تجبره انه يتكلم وتقهره مش حاب. طيب يلا مع السلامه، يلا مع السلامه، انزل، مش نزل عاجبك تحكي بالبث يلا. مجان موزة طيب ما له ايش حلال موضوع، الإسلام. انت لسه هيسأل ايش الموضوع؟ لسه انت لسه هتسأل؟ ازيك يا دكتور محطب، عامل ايه؟ الفل يا ماني، مساء الفل حسيني جادو، انا محمد صالح وكل الاصدقاء، مساء الفل على الحطب حبيبي ديالنا وعلى محطب الحطب اخره. حبيبي، على حبيبي انا يا مساء محطب. الفل. اهلا يا محطب، انا في بس حاجه مهمه، معلش يا محطب بس هقطع كلامك. انا اول ما عرفت بالاستاذ الخبير الدكتور العرفاوي داخل عندي اللايف وعمال يكتب كومنتات، انا لسه فاتح لسه ما قلتش اي حاجه خالص ولا لسه بنسلم على الناس، عمال يكتب كومنتات وطلعني وانت خايف مني، ويا ابني هارون اعرفك عشان اخاف منك. طب اطلع يا عم عرفاوي. ها انا اعرفك؟ لا والله. ماشي، اخاف منك على اساس ايه؟ مش عارف والله. طب انت عارف موضوع البث؟ لا والله مش عارف موضوع البث. طب عمال تصرخ تحت ليه زي اللهبل؟ معلش معلش، برضه بول البعير بيعمل اكتر من كده يا مان. يلا هنعمل ايه؟ هذه الله، دي حكمته، وعليه حاجات غريبة والله. طب استنى نصفط كده البانل عشان نظبط استاذ ام حتب. اديني كده فوق شويه. طيب انا كنت بقول صباح الفل على حطب جهنم باربيكيو الاخره، مقيم الدرك الاسفل من النار، وطبعا على الساده المقيمين خارجها برجاء مراعاه طرق التوقيت. اما هل يوم القيامه حق؟ حق يا معلم، الدليل هتلاقيه في القران. بصراحه لسه صاحي من النوم فمش فايق اطلع ايات، فبس هتلاقيه في القران مكتوب يعني. السلام اهلا يا عليكم، استاذ عمرو. عليك عامل ايه يا السلام، ماني؟ يا بابا اهلا اهلا، والله الليله سلم ما على كل بتكملش الناس غير اللي لما في اسمع البث، صوتك كل يوم. الله يخليك، انت صديقي. وانت كمان صديقنا، خلاص. الله يخليك، انا بحب اتكلم مع الملحدين لان هم بصراحة يعني بيشغلوا لي دماغي، انا بحب اشغل دماغي طب بصفة كويس، عامة يعني. والله طب ما لكن احنا عندنا دماغ ليه عشان نشغلها؟ ايوه، لكن انا مش ببغض وجودك يعني، مش كاره وجود الملحدين، بالعكس انا شايف ان وجودكم في منفعه للمسلمين. يعني خليت بنعلمكم القراءه، دينكم. لا مش الفكره في كده، خليت الخطاب يعني، احنا انا مسلم انت عارف، انا خليت الخطاب كان بتاعنا سطحي دايما، متخلف سطحيه. انت راجل دلوقتي ساهمت في ان المسلم مثلا يقف ويفكر ويقول ليه، ويجيب مثلا حاجات علمية ويبتدي، خليت الخطاب يتغير. كان المسلم زمان يطلع يقول قال البحبحاني وقال الزعبلاوي ويمشي ما فهمش منه حاجة ايه اللي بس قاله نجيبها الحاج هبل عم. لسه، المشكلة والله نجيب لسه. هبد. ايه بتقول ايه يا حسيني؟ المشكلة إن أنت بتروح تجيبه هبد. يعني احنا نجيب بتروح هبد؟ تجيبه حاجات بقى علمية. لا والله هبد. لا مش شرط. ليه هبد؟ ليه لا؟ على الأقل يا راجل ده عارف أنا، ده أنا عارف رحت اقول لك على حاجة، عملت انا مع عديت الشباب. أقول بمرحلة. لك يا عمرو، اسمع بس اسمع يا عمرو. قول رحت أنا مع الشباب عملنا كده، ابتدينا سلسلة كل يوم سبت بنعملها، عملنا الحلقة الأولى منها. انا رحنا اتفرجت على عليها، المركز الدولي. إيه رأيك؟ بذمتك ده مش هبد، مش حاجة تحزنك. ان في اتفرجت فلوس عليها وناس وقاعده متجمعه وبتاعه عشان يقولوا الهبد بص ده.
هقول لك على الراجل ده حاجة، في اعجاز قريته ما بقتش عارف الاعجاز فين، يعني مش عارفين أنا الرد بيقول اتفرجت ايه، على لان احنا الحلقة اصلا مش كلها. عايزين الاعجاز. أيوه أنا اتفرجت على الحلقة كلها، بس عايز أقول لك على حاجة. عارف الفرق قول بيني لي. وبينك؟ إن أنا في عدت فترة عليا، أنا أول مرة هقول لك الكلام ده، يعني عدت فترة عليا حيدت الدين، كانت من حوالي 5 سنين. أنا قديم، أنا بتفرج على الملحدين دول من سنين. في صراط فرق ما بين ان حياني انت تحيد من الدين وان انت توصل ان الدين غلط. لا أنا لما في فرق حيدته كبير يعني حطيت، قوي ما بين الاثنين. حلو، أنت عارف يعني إيه حيدت قوي. الدين؟ ما أنا هقول لك يعني حيدت الدين خدت بمعنى خطوتين إيه؟ لورا كده وقلت انا لا هدور لا لا بقى بايه من غير حاجه أيوه وهبص وهشوف فاهم فاهم والله فرق الفرق بيني كبير وبينك جدا. مثلا وبين حسيني يا استاذ عبد الحميد، ان انا ما حطيتش النص موضع العداء، انا حطيته موضع الحياد. وانا عمري ما في حطيت المنظر النص مصدر الحداء، وانت فاكرك ان انا لما طلعت وكنت بدور وكنت قبل ما اطلع من دي كنت احط مصدر عداء، كنت بعمل نفس انت بتعمله ده، انحياز تاكيدي ابن جزمه انا بدور. لا على فكره انا قعدت ما 3 سنين نحستش. في انحياز تاكيدي، لا ثلاث لما سنين في انا باجي انحياز اتكلم، تاكيدي، ولا لما انا الدليل قدامي يخرج من عين، واقوم رايح مقرر ان انا اجيب حاجه ضعيفه جدا هبله عشان اغمي عيني واقنع نفسي بان الحاجه الواضحه قد اللي تسد عين الشمس دي غلط بص، وان الدين هو اللي انا صح. لما انا لما قرات القران وبصيت على اللي فيه، انا بمنتهى الحياد، حتى لما ما حطيتوش ولا موضع عداء ولا موضع تقديس، هما 3 مواضع، لما تحط موضع عداء، لما تحط موضع تقديس، لما تحط موضع الحياد. موضع التقديس ده لما يثبت هو تقديسه، يعني ما هو لما يثبت قداسته، مش انا اللي مش مجرد ان قالوا لي مقدس فانا اقول مقدس، صح كده؟ فانت تحط موضع تمام الحياد، مش موضع العداء، ان انا لما اجي اقول لك على حاجه فيه يبقى احنا ندور ازاي نطلعها غلط. هو ده الصراحه اللي انتوا بتعملوه، منتهى الصراحه، ان انت تدور ازاي تغلطها. لا، ولا تدور ازاي تغلطها، ولا تدور ازاي تقدسها، انت تدور ازاي تخليها موضع الحياد، لا اما تثبت قداستها، لا اما تثبت خطأها. الكلام ده فيه غلط، في حاجه طيب غلط. قول لي بقى، يوم القيامة حق؟ يوم القيامه حق؟ انا شايف ان يوم القيامه عادل، لا العدل يوم حق القيامة. نفسي الاقي عادل. مسلم لما يسأل سؤال يقدر يجاوب على السؤال مثل ما هو، ما انا يجاوب حق. على هلاوس في راسه. ازيك يا استاذ محمد؟ اللي سلم عليا طب الاول وبتاع، احنا دخلنا في حبيبي النقشة كيف فعلا. حالك يا عم؟ الحمد لله، طمني اتمنى عنك نكون وعن الاهل والشباب والاصحاب كلهم والاصدقاء بخير، والغير. كلهم بخير، بيسلموا عليك. دخلنا في نقاش امبارح وكان نقاش مثمر يعني، انا وانت. صحيح، تبع ان الرسول والصحابة كانوا شوية بهايم. لا طبعا، ان احنا يعني النص ما يتحبس، انت وصلنا لفكرة، انا وصلت لك ان النص ما يتسجنش بس انا كده. انت اصلت ان النبي محمد والصحابه كانوا لا شويه لا لا بهايم، لا فقط انا ما هذا قلتش اللي كده، طلعنا لا لا من الحديث. اقنعني. وانا قلت لك انا مش معارضك والله العظيم. انا ما قلتش كده، انا قلت لك ان احنا ما نسجنش النص خليك في مع وقت الاستاذ معين. ماني يا عمرو، عامة بسلم خليك عليك معايا حبيبي. حبيبي. انا سؤالي مش ان هو هيبقى عادل ولا عدل، دي قصه ثانيه ممكن نبقى نتكلم فيها. انا سؤالي هل هو حق؟ انا شايف هو حق. دليلك دليل ان هو حق؟ انت عايز دليل من ايه القرآن اصلا، ولا دليل عقلي، ولا ايه؟ مش فاهمك، دليل ديني يعني؟ اللي يخليك تقول ان فعلا ان هذا يوم ان اليوم القيامه ده حق؟ اصل انا لقيت من جوه المدونه الدينيه، جوه المدونه كده لقيت ان محمد بيدي نبوءاته بتطلع فكسانه يعني. طيب اوكي، هو انت يا ماني، انت اصلا مش لا دي... انت لا ديني، مش انت مش ملحد، انت بتؤمن بوجود الاله صح؟ او لا الصانع. أؤمن بوجود آلهة، الصانع بس عندي فكرة مختلفة خالص عن الصانع، عنه وعن حلو بقية الربوبيين يعني. حلو. انت لو بتطلع بتقول لي انت عقيدتك ايه، فانا عايز افهم بس، انت الصانع ده بالنسبه لك هيعمل معانا حاجه لما نموت، ولا مش هيعمل اي حاجه؟ بعد ما تخلص الفتوحات المكية لابن عربي تخش على سبينوزا توصل انا فين؟ طيب ماشي، ما انا بسألك اهو، انت سؤال مش عشان افهم والله ما انا مش اتناقش هخلص معاك. لك الفتوحات المكية وعلم الأخلاق وعشان أجاوبك، لا لأن أنا انت بتعتقد بايه؟ انا مش عارف انت بتعتقد بايه. انا قلت لك واحدي، ما انا قلت لك بعد ما تخلص الفتوحات المكيه لابن عربي بعد كده تقرا سبينوزا توصل انا فين، توصل انا بعتقد بايه. يعني ماشي يا اوكي، ده مشوار. انا بقى عايز منك ما انا يعني عارف انه مشوار، عشان كده بختصرها واقول للناس مش مهم. يعني انت في الاخر يعني بتعتقد بحساب ولا لا؟ مش فاهم، ما قول لي عندكش او حاجة لا. تيكاوية يا أستاذ ماني؟ انا مش لا فاهم، والله ما بتعتقدش كان بحساب نفسي. خالص؟ ما بتعتقدش بحساب لا خالص لا لأي مظالم أو أي قاتل أو أي مجرم أو كده، ولا أي حاجة؟ لا اعتقد بحاجة ما عليهاش دليل. ازاي طب مش يعني شايف انت إن ده بتعتقد فيه؟ ان في تنين، انت بتعتقد ان في تنين بامبي قاعد في مجرة اندروميدا بيطلع ليزر من عينيه هو اللي بيخلينا احياء؟
لا ما فيش كده، بس طب احنا انا ازاي احياء؟ طيب انت بتعتقد ان ده منطقي يعني ان احنا نبقى احنا انا ازاي احياء من اعتقد غير ان انا الدين انا البربي؟ اعتقد ان انا حي وعاقل. انا لا اؤمن ان العقل ياتي من لا عقل، انا عشان هو دي فكرتي طب مع خلاص يعني انفي وجود الادعاء بتاعي بتاع ان في تنين بامبي قاعد في مجره اندروميدا بيطلع ليزر من عينيه بيخلينا احياء، انفي الادعاء ده. انفي الادعاء. انت اثبتته اصلا؟ ها؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك، ايه بقول لك النباهه مش دي؟ طب هو ده انا بقوله، انت اثبتت اصلا كان فيهم ياما؟ قالوا القرآن هو الإسلام إثبات. بس ما الاسلام هتخش مش بقى اثبات، لان انا لما رحت لما حوار رحت كبير شفت بقى. كلام محمد، محمد المفروض ان هو نبي، والنبي يخرج يخبر بنبوءات، لقيت ان الراجل ده بيخبر بنبوءات كاذبه ما بتحصلش، غلط بايظه، بص هقول لك على حاجة، هصدقه ليه بقى؟ ممكن أسألك سؤال وبتقض بمنتهى الحياد؟ بالله عليك ما يا تعادي عيني بدون عداء. عيني أوكي، عيني أنت لما قريت القرآن بمنتهى الحياد ده كلام بني آدمين من وجهة نظرك؟ كلام بني ده آدم كلام يعني بني آدمين فشخ. فشخ. أو والله أوكي، فشخ. الفرق بيني وبينك إن ده أنا شفت إن ده ده غرقاء، ده غرقان في المحلية. حلو. الكتاب ده غرقان في المحلية. الفرق بقى بيني كتاب وبينك ابني بيته، هرد عليك بس روح هرد عليك بس اصبر عليا. أوكي، الكتاب القرآن ده لما تمسكه هو كتاب غارق في المحلية. كل الأحداث اللي فيه لا تخرج عن دائرة المعارف اللي موجودة في هذا الزمان في هذه البقعة من الأرض. يعني معارف كلها كان ممكن تبقى متاحة في جزيرة العرب في الوقت ده، يعني يا ريته حتى المعارف اللي كانت موجودة مثلا في الصين ولا المعارف الموجودة في الأزاتكس مثلا، لا 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 لا، المعارف اللي ممكن تبقى وصلت لجزيرة العرب في الوقت ده. الكتاب غرقان في المحلية. يعني لما تيجي تبص على الحاجات المستقبلية اللي بيتكلم عليها، الحاجات الأساسية مفيش أي ذكر عنها، مفيش أي حاجة تثبت إن الكتاب ده جاي من عند الله. ما كلمنيش مثلا على إن عمر الأرض 4.5 مليار سنة، ما كلمنيش مثلا على إن كان في ديناصورات من 65 مليون سنة، ده في الماضي، أحداث ماضية. لما ذكر الأحداث السابقة ما دللليش عليها ولا ذكر أي حاجة، ولما ذكر الملوك العظام اللي كانوا في الأرض ما عرفش حتى يقول أسمائهم. يعني ما تكلمنيش مثلا على واحد زي الاسكندر، ما كلمنيش واحد على واحد مثلا زي جنكيز خان، ما كلمنيش على كل الناس الضخمه الكبيره اللي كانت موجوده على الارض، وذكر لي شخصيات ما فيش اي دليل على وجودها. تمام فادي ده والله، حتى ذكر شبه البطريق موجود منه. صراحة. لو تعال نتكلم مثلا بقى على الحيوانات مثلا، اي حيوان في اي حيوان موجود في القران خارج دائره جزيره العرب؟ يعني كان كانجرو مثلا، الدب القطبي، البطريق، يعرفهم الكائنات دي ولا يعرفهم ولا جاب سيرتهم؟ كلمك مثلا على ان في حاجه موجوده تحت الارض اسمها بترول هتخلي العرب يبقوا هم اغنى امه موجوده في الارض، ولا جاب سيرته، جاب اي حاجه مش غارقه في المحليه، كله كلام غارق في المحليه. كتاب ابن بيئته وزمانه الى اقصى درجه، جميل اقصى درجه. هذا جميل. الكتاب لا يمكن ان يكون الكتاب ده انه نزل من عند الله، فضلا على انه يكون اخر كلام يقوله الله قبل القيامه. تمام كده كده، انت خلاص قلت وجهة نظرك في الكتاب، اقول وجهة نظري برضه بمنتهى الحياد. وده بمنتهى الحياد صدقني والله. ماشي، وانا هقوله وانا اقول وجهة نظري بمنتهى الحياد. الكتاب ده اه برضه زي ما انت اتكلمت كده دخل في مواضيع هو مش محتاج يخش فيها عشان يكذب على شوية اعراب عايشين في صحراء. دخل في مواضيع غريبة ملوش هو فيها اصلا، ازاي اتعملت، واتكلم في النجوم، واتكلم في كيفية على صنعك، اساس ان في دين واتكلم ما جابش الحاجات دي يا عمرو؟ لا على اساس ان في جابها، اي دين جه ما جاوبش على الاسئله الوجوديه؟ ولما جاب هو أو جاوب هي الاجابات مش دي هل اتى وجودية. بجديد؟ هل لا، أتى الاسئله الوجوديه بجديد. ثلاثه معروفه، الاسئله اه الوجوديه ثلاثه معروفه، كل الاديان بتجاوب عنها، من اين اتينا؟ تمام ماذا نفعل اه هنا؟ الى اين نحن راحلون؟ لا ما انا لسه هكمل لك، هو دخل في ايه تاني؟ هو دخل في فلازم كلام يخش، كتير، مفيش دين ما بيخش يجاوب على الاسئله الثلاثه دول بالتفصيل ويقعد يهري فيهم. دول لما بس. جاوب بقى الاجابات بتاعته هل اتى بجديد ام اتى بنفس حلو. الذي اتى به الاولون؟ ان لا هي الا اساطير الاولين. اتى بجديد، انا بكلمك اهو، اتى بجديد، اتكلم على حاجات في البحار، اتكلم على حاجات في النجوم، اتكلم على ما حاجات في هبدي يا بابا، بتتبني. هبدي يا بابا، حبت هبدي يا بابا. يعني هو واحد عن موضوع النجوم انها رجوما للشياطين. لا اتكلم انها ماتت وان لا هي ما مواقع اتكلم، مش ما نجوم. قال انها رجوم للشياطين. لا قال ان هي مواقع، ما قالش ان هي نجوم. عارف ما منين؟ قال انها رجوم للشياطين. قال ان هي جوم للشياطين، بس اتكلم ان هي، لا اه سيبك من هل انت الغيبيات. تعتقد، بالله عليك يا عم، تعتقد ان النجوم رجوم للشياطين؟ بس انا لا، جاوبني كلام بالله غيبي، عليك، لا 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 تروح ده لمكان كلام ثاني، غيبي. فقط هذا، فقط هذا، هل انت تعتقد ان النجوم رجوم للشياطين؟ طالما الله أخبر بيها لا يبقى لا هو انا بسالك السؤال السهل، هل انت تعتقد ان النجوم رجوم للشياطين؟
انا اعتقد بصحة القرآن، فبالتالي ما راح جاءه. انا يعني هذا الحجم، هذا الجرم اللي عارف الشيطان قد ايه، مليون ضعف عارف الشيطان قد ايه اصلا الأرض. يعني الشيطان اكبر من الارض مليون مره. يعني انت شايف الشيطان مليون مره، انت ما تعرفش قد ايه دي غيبيات. المشكله انت بتسال في غيبيات. بص ما هو برضو الغيبيات دي حتى لازم التعقل فيها حتى لو هي غيبيات. يعني الشيطان ازاي الشيطان الواحد، ازاي الشيطان ده بيجري مجرى الدم من جسمي وفي نفس الوقت هو قد الارض مليون مره؟ ما انت لا اله الا الله. هو الشيطان ده ليه حجم؟ انت مش فاهمك، انت بتحجمه ليه؟ اما هو لازم عشان بيترجم بالشب، بيترجم بالشموس وبيترجم بالنجوم. طيب انت ما بتعرفش حجمه قد ايه؟ انت ما بتعرفش حجمه قد ايه؟ ما لما تبقى فيه حجم سماء ما هي دي بقى، هو ده بقى اللي انت بتعمله، هو ده الانحياز التأكيدي. ان اول ما انت بتلاقي، بص يا عمرو، ان انت اول ما بتلاقي حاجه فعلا مش متناسبه وفعلا بتضرب في بعضها البعض وفعلا لا يمكن تصورها، تبتدي تحطها في ايه؟ في دائره الغيبيات وفي دائره ان قال رب العزه صدقناه. طب ما انت عمرك ما تكتب الكتاب ده، هتكتبه ازاي؟ حلو ممتاز. كده طول ما هيقول لك اي حاجه تفضل تصدقه. ازيك يا سام؟ عامل ايه؟ منور البث يا دكتور سام. السلام على من تبع هدى الى غرفه نومها. هلا 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 استاذ مالك. افهم ايه حكايه هدى معاكم؟ لا مالكش دعوه بهدى، الله يخليك. انا وابو عمو متخانقين عليها بقالنا شهرين. انا انسان متزوج ما بدخل فرش غرفه نوم حدا بدون الا غرفه نوم واحده. الشباب اللي لها في هذا المجال يروحوا بقى ينبسطوا يعني. حبيبي يا ابو صالح الغالي، حبيبي والد دكتور، مشتاقين يا عمري. انا اكثر حبيب الغالي سيدي حسيني جادو دكتور محتب، حبيب الغالي وضيفكم الكريم وكل من يسمعون. هلا حبيبي يا سام، زيكم اخباركم؟ ف نستمع معاكم، انا مستمع معاكم، تفضلوا. حبيبي دكتور شكرا جدا. انا لما بقول لك ليه في المفيد يا عمرو، طب انا عايز كنت اقول جمله، عايز اقول جمله، قولوا الجمله دي ونخش في المفيد بعدها. ان الرسول قال نبوه، وهو دي كانت اي كلام. حلو. الرسول قال نبوه او طلعت اي كلام؟ انت هتقول عليها دلوقتي يعني؟ طيب ماشي، اقول الجمله واقولها. ماشي ماشي. اللي بيخليني بعتقد بالكلام ده انه دلل على صحته من حاجات تانية، فبالتالي لا اما هو صادق كله لا اما مش صادق كله. ما هي لا تاخد، ما ينفعش تقول شويه وشويه. لا دلل على قداسته، لا دلل على قداسته. انت تعرف ده معناه ايه اللي انت بتقوله ده؟ معناه ان محمد ده نزل عليه شويه وحي وكملهم تاليف من عنده. ده لو شويه مقدر. طب معناه ان محمد نقل من اللي قبليه حاجات تبدو ان هي فيها قداسه وهبدت من عنده. يعني عارف موقع النجوم يا سيد عمر، المفاجاه انه لا نزل عليا شويه ولا كثير يعني صراحه. ايوه ماشي، ما ده اعتقادك، ما فيش مشكله. بس انا بقول لك انت بتقول لي كمان. لا اعتقد انا ان هو من عند الله. انا بقول لحضرتك هو يعني زي ما بتقول مثلا جمل الشياطين. طب هو عارف منين انها مواقع؟ هي فجرت وفعلا دي مش نجوم اللي احنا بنشوفها. عشان هي مواقع بالنسبه لهم يا حبيبي. هو العرب دول مش كانوا لما بيمشوا بالليل قال لك هو من نجم وهم يهتدون؟ فهو ليها مواقع في السماء ثابته بالنسبه لهم. لا اقصد مواقع النجوم، لان هم لا بالنسبه لهم لا لا السماء لا لا دي لا لا. انت فصلت مواقع لان مواقعه. اسمع ما هي دي موقعه فعلا، لان هو العرب زمان كانوا الصبح بيهتدوا بالشمس، شروق الشمس منين وغروب الشمس منين. طب الدنيا ليلت، عايزين نعرف الاتجاهات بتاعتنا. ما كانش فيه عندهم التلوث اللي احنا عايشين فيه، والسماء كانت صافيه جدا. جربت تطلع دهب؟ جربت تطلع الحته دي شفت السماء بشكلها عامل ازاي؟ ايوه. فهي السماء عندهم الناس دي كانت فاضيه، الدنيا ليلت، ما فيش حاجه بتتعمل، فما بيعملوش اي حاجه غير ان هم قاعدين بيبصوا للسماء فوق. ما فيش اي حاجه تانية مسليه في الحياه غير ان هم يقعدوا يحفظوا ده. وكانوا مسميين المجموعات اللي موجوده فوق زي بقيه كل امم الارض، ما كانت مسميه المجموعات اللي موجوده فوق في السماء، وديالهم اسماء، وفي نجوم بعينها ليها اسماء عندهم، وعارفين الخريطه بتاعه النجوم دي، بحيث ان لما الدنيا كانت بتليل عليهم، وزي ما القران قال وبالنجم هم يهتدون. ايه بالنجم هم يهتدون دي؟ يعني لما بيبقوا في الصحراء بيبص للنجم يعرف شماله من جنوبه من شرقه من غربه، فيعرف يوصل للمكان اللي هو عايزه. فقال لك لا اقسم بمواقع النجوم، لان القسم بمواقع النجوم ده، لان بالنسبه لهم هي زي الخريطه. موضوع ابسط من كده، التفسيرات البسيطه هي دايما الحل يا عمرو. انت اللي بتروح تحاول تعقد الموضوع عشان تطفي عليه القداسه اللي هي في دماغك. والنجم اذا هوى، هوى ازاي؟ وقع ازاي؟ عرفني يعني ايه هوى والنبي، عشان انا مش عارف بالمره. يعني هو النجم هيهوى؟ هو في نجم ممكن يهوى على الارض؟ انا بسالك يعني ايه هوى، مش انت بتفسر تفسير يعني سطحي. عشان كمل التفسير. هقول لك يا حبيبي، هقول لك يا حبيبي، لان هو قال لك النجوم دي زينه للسماء. هو كان بالنسبه له النجوم دي مش احجام. بتكلم
بالنسبه له النجوم دي ما كانتش ضخمه زي ما احنا عرفنا دلوقتي ان النجوم دي حجمها ملايين اضعاف حجم الارض. هو كان بالنسبه له النجوم دي حاجات صغيره كده، مصابيح، حاجات صغيره، هو قال عليها مصابيح، هو زي من السماء الدنيا بمصابيح. فهو بالنسبه له النجوم دي كانت ممكن تدفع رجم للشياطين، كانت ممكن تنزل على الارض في يوم القيامه، لان هي صغيره بالنسبه له، ما يعرفش ان هي ضخمه جدا لا يمكن تقع على الارض. تمام، يعني هو هوا ولا بهواش؟ هو بالنسبه له دي حاجه مربوطه بيوم القيامه، وبيتكلم على النجم ده هيهوي ينزل على الارض، لان هو شايف ان هي حاجات صغيره جدا، مصابيح. شفت المصباح؟ النجم هوا ولا لا اصلا؟ لا ما هواش ولا حاجه ان شاء الله. امال ايه اللي انت بتشوفه ده فوق نجم ده اللي انت بتشوفه؟ ايه اللي انت بشوفه فوق ده؟ اللي انت بتشوفه فوق في السماء دلوقتي، اطلع بص من البلكونه كده هتشوف ايه. ماني بعد اذنك عايز اقول حاجه يا استاذ عمرو بمناسبه النجوم. اتفضل. وبين احنا في شهر 8 بالمفارقه العجيبه يعني. الفترة الجاية من أول يوم 10 لحد آخر الشهر بتاع شهر 8 هيحصل أول حاجة هيكون في غرة شهر محرم، فهنشوف استدارة البدر كاملة، هنشوف المشتري وزحل وعطارد ظاهرين في السماء صورة واضحة تماما في منتصف الليل، مختلف الأماكن من وإلى بعض المناطق في كوكب الأرض. آخر حاجة الظاهرة هتظهر ظاهرة يعني بتحصل كل 60 سنة تقريبا، إنه هيكون في تساقط للشهب بمعدل يصل الى 60 شهاب ساقط في الساعه بالليل، هترى في كل بقاع الكره الارضيه. فبالتالي الفتره دي اكيد مش الشياطين قرروا يطلعوا يوم 10 ولحد يوم 13 8 يطلعوا فوق عشان الشهب تجري وراهم وتضربهم. دي ظاهره كونيه بتحصل. لا يا دكتور محتو اسمح لي، اصل احنا عارفين جدول خروج الشياطين فبنديك التوقيت من قبل ما يخرجوا، ايه رايك؟ الله ينور عليك. اسلم على الاستاذ عبد الحميد. عامل ايه يا استاذ عبد الحميد؟ اهلا يا عمرو، ازيك حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله، شكلك لسه صاحي من النوم. صباح الخير. تعالى تعالى يا عمرو نقرا كده الصوره كلها حتى تتضح، لان القران يفهم بالسواق ولاحقه، صح؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، ابتدى يخش في ايه؟ في السماوات العلى، فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمراؤونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات العزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيصة إن هي إلا أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله. طبعا الآية دي مدنية عشان كان في مصيبة حاصلة في الآية اللي فاتت، بس ما علينا. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وهنا في وقف الآية دي في المعراج اساسا، بس كمل. ها تمام تمام. الآية دي مش في المعراج، الآية دي بعد افرايتم اللذه افرايت اللات والعزة تلك الغرانيق العلى ولئن شفاعتهن لترتجى. هو اللي مش بس الآية دي هي اللي مش انا بتكلم ليه الايه دي ان ليه الايه دي نزلت ان هي الا الاسماء التي سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس لو لقد جاءهم من ربهم الهدى. الايه دي تم اضافتها بعد كده ليه؟ لان كان في هنا ايات تانية موجوده، افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى تلك بدل ألكم الذكر وله الأنثى، كان فيه هنا بقى آيات موجودة إيه؟ تلك الغرانيق العلى وإن لشفاعتهن لترتجى. ده الحديث. كان فيه هنا آيتين، ده كان فيه هنا آيتين وهوبا اتنسخوا الآيتين دول، ألقاهم الشيطان على لسان محمد وسجد وسجدت من خلف قريش. في ده حديث. ده حديث صح؟ مش بس حديث، ده حديث وعليه كمان اخبار كتيره لا تعد ولا تحصى. يعني كان في ناس ما هاجرت للحبشه رجعت من الحبشه لما عرفت ان قريش سجدت خلف محمد. طيب والحديث موجود وثابت في البخاري. الايات اللي انت قريتها بتاعت سوره النجم دي انت بتقول لي مش في المعراج ازاي؟ مش موضوع في المعراج، انا كنت بتكلم على افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى. هنا كان في ايتين اتنشالوا وبعد كده تم اضافه، حتى هتلاقي السياق بتاع الايات، الايات المكيه تقدر ان انت تميزها بسهوله. سجع كهان معروفه، اول ما تلاقي ايه مره واحده كده محشوره في النص طويله اعرف ان كان فيه هنا حادثه حصلت. يعني هو القران حط الايه دي لحد على ترتجى، يعني القران فيها هيحط كوكب في القران ما شاء الله. ما هو يا حبيبي محمد
يا حبيبي مش انا اللي صدقت الاخبار بتاعتك اللي قالت زي ما القران جاي زي ما الاخبار دي وصلتها. طب ما اقول لك على حاجه، ما هو مدين، ما انت صدقت القران، ما القران ده خبر. لا هقول لك على حاجه، ما هو مدين خبر مستحيل عقلا بتاع اية الرجم، يستحيل عقلا الخبر. صدقته والزانية الرجم ليه؟ اللي ايه الرجم والشيخ اذا زانية فالرجم ايه اللي يمنع، ايه اللي خلاه استحاله عقليه، ايه التمنع العقلي اللي بيحصل فيه يعني؟ هتديني دقيقتين والله انا كنتش عايز اروح للحته دي اصلا، انا عايز ان انا ارجع اقول لك انا بقى دقيقتين بتوعي. سيبك بقى من القصه الوهميه دي، ما حضرت النقاش اللي كان قبل استاذ ماني؟ لا الحقيقه استاذ عمرو بالله عليك يا عم، الاستاذ عمرو يعني يقول انه احنا ما لازم نكون كالانعام ناخذ بتفاسير الاولين، يعني عارف كيف؟ واخ بقى ابتديت تبقى خجلان يا عمرو. لا انا مش لا خجلان. لا خجلان هو وش كده يعني من الحيار الثقيل، ولكن هو اللي يفرق عن الاخوه الثانيين انه هو يشوف النبي محمد والصحابه شويه ناس بهايم. انا ما قلتش كده، افضل اولني للصبح. ما قلتش كده، مش هقول يعني. عايز اتكلم، بص مش في لا مقولة بقى نخش في الموضوع، اكلم استاذ محمد صالح بما انه وجه لي الكلام ارد عليه في نص جمله. مش في احنا يعني اتكلمنا في هذا الموضوع، يعني احنا اتكلمنا نعيد النقاش بس سؤال بقى. لا مش هعيده، مش هعيده. مش في مقوله تراثيه بتقول لا تقلدني ولا تقلد فلان وخذ من حيث اخذنا؟ فلان ده كان لا اما مالك او احمد، صح كده؟ هل انت تؤمن بهذه المقوله؟ اؤمن بها. هؤلاء يقولوا ان كلامهم كان يقولون اذا صح الحديث فهو مذهبي، خلاص انتهت الليله. طب انا اللي قلته ده حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. يعني ما قالش لا تقلدني ولا تقلد مالك؟ لا اذا انت اخذت بهذا عليك ان تاخذ بكل ما يقول. طيب ماشي اوكي، يبقى حصل. لا يا راجل. ماشي اللي انت شايف. يعني ابن كثير ما كانش بيقرا في القول الواحد ثانيه واحده بس، ابن كثير ما كانش بيقرا في القول الواحد 70 تفسيرا ويطلع بعد كده ما جاش في طابول يا رب ومش عارف ايه، وعايز حاسس ان القول ما جابش معناه وعايز يحط التفسير ال 71. ابن كثير لا ما بيعمل هذا الشيء. ابن كثير ما كانش بيعمل، ما بحياته ما عمل هذا الشيء، ولا هم قالوا لا تقلدني ولا بحياته. واتحداك اثبت ان ابن كثير عمل، جاب 70 قول وجاب بعدين قال الراي هو ال 71. لا هو عايز يجيب قول، اجيب فعلا. هذا الدليل يا عمرو، انت الان انت الان احترامي الشديد بتكذب على ابن كثير، ما بيعمل هذا الشيء. وكذبت على قبله ابن كثير كان رجل سلفي ياخذ مما قاله الصحابه، فاذا صح الحديث عنده على طريقه اهل الحديث كان ياخذ به. انا بكلم في القران يا استاذي، هو لا مفسر. لا انا بقول لك ان ابن كثير هو هذه طريقته السلفي، يفسر القران بالحديث. طيب انا بقول لك اذا ما وجد الحديث يفسر بقول الصحابه، مش مثله يقول عنهم بهايم. انا ما قلتش كده والله، ما قلت والله هقول. قلت هذا الكلام والله ما قلته، انت هتفهمه انت براحتك، انا والله ما قلته ولا هقوله، ما تقلقش يعني قول انت براحتك، وبعد كده لا تفتري الكذب على اخوك، يعني احنا اخوات في الانسانيه يعني. ما هو انت الان كذبت على ابن كثير، وانا لانه انا ابن كثير من اكثر الناس اللي انا بقرا له، عرفت كيف؟ اثبت ان ابن كثير عمل هذا اللي انت بتقوله. والله سمعت المقوله دي، والله سمعت المقوله دي في محاضره ان ابن كثير كان بيعمل كده. اتي لي بهذه هذا الكلام، هذا كتب ابن كثير. انا سمعتها مصدر من فيديو، انا هجيبها لك مصدر من لا الكتاب. لا تجيب لي مصدر، جيب لي الكلام من كلام ابن كثير، هكذا يكون الاستدلال. انا اجيبه لك باذن الله. حاضر. واللي قبله طب ما حصلش؟ ما هو دائما هكذا، وبعدين علاوي يقلب بعد ربك ما يشوف. لا ولا تقلدني ولا تقلد فلان وخذ من حيث اخذنا، ما حصلش ولا دي كمان بكذب؟ انت مش عايز تجاوب. لا انا بعرف اجاوب، اقول لك هذا الكلام ملزم لك انت، اذا الزمت نفسك بهذا الكلام عليك ان تكون على مذهب الصحابه اللي انت بتشوفهم بهاي. لا تقلدني يعني على مذهب الصحابة؟ صح، لأن هؤلاء أخذوا من الصحابة، هذا هو قول. أيوة صح. سمعت يا ماني، إيه رأيك في القول ده؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام منطقي ها؟ كمل. الكلام المنطقي إن أنت تسمع الحديث، إن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يا ده أنت قديم قوي، أسهل رد ده هرد عليك، ده سهل قوي ده. كمل، هتلاقي في الحديث في نفس الكتاب حديث تاني النقل ده هم نفسهم صححوه في حديث تاني حتى تقوموا عليكم ساعتكم، يعني أنتوا تموتوا. لا مش هو ده، دي رواية أخرى. دليل رواية أخرى. طب خلاص، يبقى هي ما حصلش فيها تواطؤ لفظي.
هتقولي لي ايه؟ ما هي صححت نفسها الروايه، هصححها انا؟ مفيش يا حبيبي، مين قال لك ان دي نفس الروايه؟ مين قال لك ان دي نفس الواقعه؟ جبت منين ده؟ دليلك ايه؟ لا اله الا الله. حتى طب اقول لك على حاجه، ايه ده الحديث؟ دي نفس الواقعه. الحديث اتنقل بالراحه، لان الحديث ده موجود كمان، موجود كمان في البخاري بنفس اللفظ. هو مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من اكرامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت ان يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعه. وفي واحده تانية، حتى تقوم عليكم ساعتكم. لا، ما ده بقى دي روايه اخرى براوي اخر اصلا، مش راوي انس بن مالك، راوي عائشه. طيب هو حلو. انا عندي روايه بتاعت انس بن مالك ما فيهاش اللي انت بتقوله دي، ساعتكم دي. فانت كده بتجيب لي روايه تانية وبتستدل على الروايه دي. مين قال لك هي صححت نفسها؟ هي صححت حبيبي قلبي، حبيب قلبي، مين قال لك دي نفس الواقعه؟ دليلك ايه على دي نفس الواقعه؟ طب اشمعنى قال ساعتكم وقال ساعه؟ في تناقض هنا، هتاخد بانهي انت؟ عادي. لا ثانيه واحده، يجوز انه يقول الاثنين. يقول الاثنين؟ يجوز انه يقول الاثنين. هنا بيتكلم يعني على ساعتهم يعني الصغرى، وهنا بيتكلم على الساعه الكبرى. ساعتهم الصغرى والكبرى قصدك ان هم يموتوا ويوم القيامه؟ بص يا ماني، بص، وفي احتمال يجوز ان هو يكون في واقعتين مختلفتين عادي يعني. مفيش احتمال ان يكون حصل في النقل. بس انا عندي روايه صحيحه بتقول بقى، بتقول الروايه بتاعتي دي عليها نقل صحيح، فما تقدرش تنكرها. لا، وفي احتمال ان يكون حصل غلط في النقل في التواتر اللفظي، هي مش متواتره لفظا يعني، عشان تستشهد بيها قوي كده. بس ايه المشكله يعني؟ انت انا مش فاهم. يعني انت دلوقتي بقت الفاظ الحديث، يعني انت دلوقتي بقت الفاظ الحديث ممكن دلوقتي ان احنا ما بقيناش متاكدين منها. فانت دلوقتي ما يؤمن بالحديث استاذ ماني يعني. بعد كده لما جبنا اي حديث استاذ ماني ما يؤمن. انا جبت له حديث في صحيح بخاري ومسلم يقول له هذا ما 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 يؤمن. حاجه اسمها ما يؤمن بالاحاديث او لا لا، انا بقول لك انا بقول مين هات لي عالم واحد بيؤمن بكل الاحاديث بلا استثناء. انا الان سالتك عن حديث موضوع، لما سالتك المره القبل سالتك حديث تفسير النبي محمد للآية التي تقول والشمس تجري لمستقر لها، وقلت لك هذا الحديث في الصحيحين، أنت ما تؤمن بهذا الحديث. طيب هقول لك على حاجة، في حديث في البخاري. جاوبني، هل أنت تؤمن بهذا الحديث؟ هذا على شرط، هذا حديث متفق عليه في بخاري ومسلم. ما تؤمن به؟ أنا ما أؤمن. إيه المشكلة يعني؟ ما عندي مشكلة يعني. ولكن لا 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 تراوغ يعني، ما تلبس عباءة مش عباءتك يعني. ليه أراوغ ليه؟ علماء لأن شوف حبيبي عمرو، أنت الآن يعني واحد من الناس الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، هؤلاء على درجات متفاوتة، أنت واحد من هذه الدرجات. أنا مش قرآني. لحظة يا حبيبي، بتكلم عمرو، عرفت كيف؟ أنت الآن تعرف أنه ما حدا بيناقشكم من الأخوة اللادينيين، عرفت كيف؟ لذلك بتراوغون عشان تجعلون لأنفسكم مكانة وتتكلمون بيناتكم، هذه الحقيقة. وإلا ما حدا معبركم أصلا، وأنتم أصلا ما عندكم شجاعة تروحون تواجهون تراثكم. فقط هكذا تجون تتسولون الحديث على موائد اللادينيين فقط. حلو، خلصت كلامك؟ أرد أنا بقى. ما فاهم الكلام أصلا يعني. أنا فاهم وما يفهم الكلام أصلا. والله ما توصل الكلام. أخذنا بعد اذنك كمان انا عايز اتكلم، اخذنا اكتر من الوقت. لا خلاص المره الجايه. طب انا هرد على ارد عليه وانزل، ارد عليه وانزل. اسمح لي ارد بس عشان هو اتكلم. انا عايز ارد بعد اذنك. في حديث في البخاري. اسمع ردك انت وانت تحت بقى، مش هتطلب رد تاني. مش هطلب رد تاني. في حديث في البخاري بيتكلم عن سحر النبي، ابو بكر الجصاص الرازي عمل ايه؟ قال لك وهذا الحديث من وضع الملحدين ورمى قرطبة. ليه؟ بيضرب عنق القرآن. انت قال الظالمين انت تتبعون الا رجلا مسحورا. معنى كده ان ابو بكر مين ابو بكر الرازي جصصنا. انت تعرف مين ابو بكر الرازي؟ لا انا سمعت القول، هو عالم من علماء المسلمين. هو قال حبيب ابو بكر الرازي ملحد اصلا، الجصاص. ابو بكر الرازي الجصاص ملحد. ابو بكر الرازي الجصاص. الجصاص ملحد. انت عارف ان ده قدوه عارف مازن المرتد؟ وده ملحد. ابو بكر الجصاص ده ملحد. انت عارف مازن المرتد يا عم؟ ملحد. طب خلاص اللي هو ملحد. عارف مازن المرتد؟ عارف مازن المرتد؟ مين ما لا ما اعرفوش. روح دور عليه، فاتح بس دلوقتي اقعد بقى بعد ما تنزل معانا، روح دور عليه كده هتلاقيه هيتبسط قوي من اللي انت قلته دلوقتي، اصل ده قدوته. حلو. مش فاضي يعني؟ مش فاضي. بلعب تحديات. مرتد بس بلعب تحديات. ايوه يعني والله العظيم لو ملحد اخدت من علومه شفت ما تجاوب على الحديث اللي انا قلته. هو دائما بيعمل هذا يعني. لا مش بعمل انت هذا. عندك مشكلة. مش شرط تؤمن بكل شيء. لا ما هو هذا اللي احنا بنتكلم فيه. انت الان جيت بعد
بعد 14 قرن بدك تقول انه هذول الناس بالضبط مثل ما كذا. احنا ما نكون كالانعام انه ما ناخذ باحاديث وبناخذ باقوال هذول الناس. بالضبط هذا. انت ترى عمليا ترى ان هؤلاء الناس كلهم شويه بهاي فقط. وضاقتني ما كانش كالانعام. اعلل 200 حديث، اعلل 200 حديث عند البخاري، ما كانش كالانعام يعني. كالانعام صراحه. لا 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 ضاقتني مش كالانعام. لا ما هو انت لا تفرق، انت لا تفرق بين الاحاديث التي تكلم فيها العلماء وبين ما لم يتكلم فيها العلماء. انت ماذا تفعل؟ لا تقبل بتصحيح وتضعيف العلماء، ما تقبل هذا. لذلك انا اتحديتك ولا زلت اتحداك، ائتي لي بمن ضعف هذه الروايه التي انت لا تقبل بها، حديث الشمس تجري لمستقر لها. حاضر. وبعد كده حتى لو ما خدتش بيها ايه المشكله؟ مش فاهم. لا مش ما خدتش بيها، انت لذلك انت يعني تمارس التدليس، تقول تاتي بكلام الجصاص او تاتي بكلام الشافعي او تاتي بكلام مالك، عرفت كيف؟ وانتقائي هكذا تعمل انتقاء مثل ما انت بدك، عرفت كيف؟ لا لحظه انت تكذب لما تاتي وتقول خذوا من حيث ما اخذنا. أنت لا تعمل هذا الشيء، أنت تقوم ببساطة شديدة بالانتقاء، اللي أنا بدي إياه أخذه واللي أنا ما بدي إياه ما أخذه. ليش؟ لأنك محرج خجلان من هذا الدين، من هذه الشريعة، من 1400 سنة من تاريخك يعني، عرفت كيف؟ خجلان من هذه المنظومة كلها. لذلك تستحقون يعني وصف الخجلانين بامتياز. لا لا القرآن يقدم يا حبيبي بإجماع أهل العلم. لا لا ما يقدم، كذب هذا الكلام. لا ليس يعني بإجماع، كذب هذا الإجماع، كذب آخر يعني، مش كذب آخر من أكاذيب الخجلاني. لأن العلماء السنة قاطبة ما عندهم مشكلة بأنهم يقدموا الحديث. لماذا؟ لأن الأحاديث التي لديهم هي التي تفسر القرآن. لا يوجد عالم من علماء السنة يقول والله لا والله احنا فقط ناخذ بالقرآن ونعرض الأحاديث على 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 القرآن. ما يوجد سني على وجه الأرض يقول هذا الكلام، ما يوجد احد من علماء السنة قال هذا الكلام. يعني ما فيش واحد قال لك لو الحديث ضرب القرآن بشكل اكبر التأويل. ما يوجد هذا الكلام. الأحاديث الصحيحة على طريقة اهل السنة هي الأحاديث التي اتفقت فيها 5 شروط، فإذا توفرت فيها 5 شروط لا يعارضون به لا قرآن ولا أحاديث ولا أي حاجة، ويأخذونه غصبا عنه. أنت ترى أن هؤلاء، لحظة، أنت ترى أن هؤلاء ناس بهايم، أنا ما عنديش مشكلة، مش مختلف معك، ولكن لا تجي تقول والله أنا متبع الكتاب والسنة، كذب هذا الكلام، لا متبع الكتاب والسنة ولا حاجة، أنت تتبع شوية خجل بإحساسك الخجلان الذي أنت تواجدت في زمن الدين هذا أصبح عبء أخلاقي عليكم، وهذا جيد على فكرة، أنا مش ضده، أنا أرى أنكم هذا أمر رائع جدا أنكم تخجلون من هذا الدين. ليش؟ على الأقل تصيروا ناس محترمين شوية، ناس عندكم أخلاق، أفضل من أنكم تصيروا ناس زبالة مثل ما موجود في كثير من 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 بين الناس يعني. فأنا عندي المسلم الخجلان الذي طالع ويخجل يعني يمسح بكرامة الشريعة يعني البلاط، عندي هذا أفضل بكثير. ليش؟ على الأقل ما راح يزوج طفلته وهي عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات، ما راح يروح يدعو إلى القتل، ما كذا. ولكن تأتي تقول لي أنه أنا على هذه الشريعة وأجي أناقش على هذه الشريعة، أنت لا تستطيع تقول هذا الكلام في المسجد. لماذا؟ لأنه ما حدا معترف به، هذه هي الفكرة. يعني أنت بتقدم الظن الثبوت. مش أنا اللي بقدم، افهم الكلام، افهم يا عمر، افهم، لا تروح لمنطقة ثانية، افهم الكلام اللي أنا بقوله إلك. أنتم شوية ناس خجلانين تواجهوا ماضيكم، ولما تريدوا تواجهوا ماضيكم تأتون إلى اللادينيين والملحدين وتتسولون على موائدهم، بينما ما عندكم الجرأة تروحون تناقشون هذا الكلام مع الذين أنتم ترون أنهم حرفوا دينكم، ما عندكم الجرأة تعملوا هذا الشيء. لذلك مكانكم الطبيعي هو أننا نعمل لكم قرية وتروحون تعيشون فيها هكذا، ونزود لكم من هذه القرى، ومكانكم الطبيعي أنكم نعمل لكم رحلات مجانية ذهابا بدون إياب يعني. هذا هو حالكم. أنا عايز بقى أسألك سؤال عشان أنزل عشان أطول. لا 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 تسألني، لا تسألني. لا 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 تحاول. أنا بقول عليك متسول على موائد اللادينيين، بيقول أنا بدي أسألك سؤال. يا عمي عندك المساجد، روح ناقشهم، ليش ما بتعمل هذا الشيء اذا انت رافض هذا الكلام؟ ليش ما تروح تعمل هذا الشيء؟ بمزاجك او مش بمزاجك، السنه ظنيه عند كل العلماء. لا لا والله لا، كذاب، والله ظنيه، والله ظنيه، المتواتر اللي مش ظني، هات اللي متواتر. كذاب. لا انا كذاب صح. كذاب صراحه، السنه ظنيه.
مش ظنية، السنة يقينية غصبا عنك، وكل أحكام الدين كلها كلها أتت من السنة. فبالتالي إذا سنة ظنية، إذا 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 أنت عندك شجاعة روح قول هذا الكلام في المسجد، روح قول هذا الكلام عند الأزهر. الثبوت وقطع الثبوت اللي قاله ده العلماء، مش أنا، مش أنا. لا لا لا، روح لعند المسجد قول هذا الكلام، راح يضربوك بالنحل على راسك، يعني احترام شديد لك طبعا، أنت أخويا، ولكن هكذا راح يعاملوك. أنت ما تستطيع أن تقول عشر معشار هذا الكلام في المساجد في عند أئمتكم، ولكن لذلك أنتم خجلانين من دينكم، تجون تسألون على موائد الله دينية. مش انت يا ماني بتقول قاعده ما تطرق اليه الاحتلال بطل ما بيسمع ما بيسمع الكلام. طيب شكرا عمر، شكرا عمر، عمر عمر شكرا عمر حبيبي، شكرا لك حبيبي، انا هنزل اسمعك، مع السلامه. مع السلامه. يعني ناخد ناس تانية. طيب انا قفلت الشات بس خمسه كده للناس، فيا ريت يا ريت يا ريت هفتحه عشان اللي حابب ان هو يطلع يكتب رقم سبعة، وهرجع اقفله تاني لغايه ما نوصل 100,000. فيا ريت الناس ايه تشد التكبيس كده. طيب. انا ممكن اقول كلمه بس؟ اكيد يا تمسوح، انت وعبد الحميد منور الدنيا، عبد الحميد منور الدنيا. عنده خلط بين ابو بكر الرازي، ابو بكر الرازي وابو بكر الجصاص. هذا مع عاشوا في 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 زمن مختلف. ابو بكر الرازي كان لاديني، يعني عنده كتاب مخاريق النبوه، من احسن الكتب اللي يضرب في مبحث النبوه العام، مخاريق النبوه. أما بالنسبة للجصاص فهو رأيه شاذ، يعني ولم يقدم دليلا على ما قال. وإحنا القاعدة تقول إنه العالم مثل ما يقول الإمام مالك، كل يأخذ منه ويرد إلى صعب هذا القبر، ونقول إنه العالم رأيه ليس بدليل ما لم يأتي بدليل، يعني بس. طيب منور الدنيا عبد الحميد، هلا هلا. بس حسين يجاد وماني أبو عمو منورنا، حسام كمان تحياتي لك. أنا ما سلمتش على حد، أنا آسف. طبعا أبدأ بكبيرنا وأستاذي محمد صالح أبو عم وكل الشباب. هادي دكتور تمسوح وهندسة. طيب حسيني حابب تاخد المداخلة دي؟ سيد حسيني. نعم والحمد لله حبيبي، ما انا كنت بتكلم مايك مقفول. ايوه ولا يهمك، تاخد المداخله دي ما فيش مشكله. استاذه ايه بل اسمك ايه يا استاذه؟ بلقيس. بلقيس بلقيس بلقيس، اهلا بيك. اهلا بيكم. سلام. حضرتك مسلمه؟ ايه. انا بدي بس اعرف شو مشكلتكم مع الاسلام؟ مشكلتنا مع الإسلام إن هو بيقول كلام فاضي بصراحة، يعني مثلا بيقول لنا إن في حاجة اسمها يوم قيامة والكلام ده كلام فاضي. من منظورك؟ لا لا، من منظور كل الناس العاقلين. أنت عاقلة ولا مش عاقلة؟ أنا بشوف إنه حاجات زي دي ما فيناش نثبتها فيناش نثبتها إيه؟ عن طريق إن لا لا، هي عندها مشكلة، مشكلة في عندك مشكلة في النت أستاذة بلقيس. بعتذر، عندي شوية النت ضعيف في المكان اللي أنا فيه حاليا. أما إحنا عشان نعرف نتكلم معك لازم يكون الإنترنت جيد، فلازم تقربي من مصدر الإنترنت. أيوة خليكي زي ما أنت كده. هلا كويس؟ هلا كويس. أه بس صوت عندك سيء جدا، بتستخدمي سماعة؟ لا مش مستخدمة سماعة هلا. طب ممكن تقربي المايك من بقك؟ أيوة، ما هو تماما هناك. هي صوتها مسموع يا حسيني، أعتقد أنت ممكن تعلي الصوت من عندك شوية لو تقدر. طيب نعلي الصوت من عندنا. طيب يا أستاذة، ليه بقى أستاذ الإسلام بيدعي هذه الإدعاءات؟ الفكرة كانت كالتالي، وجود الجنة ونار لا يمكن نفيه أو إثباته عن طريق التجربة. هاي هي الفكرة. هل في إمكانك أن تروح مختبر وتثبت لي وجود جنة أو عدم وجوده عن طريق التجربة والعلم؟ لا بس أنا ممكن أثبت أن كلام محمد غلط. أوكي، ما اختلفناش حتى لو غلط. يعني محمد لا لا، نحن نتكلم دلوقتي عن الإدعاء اللي أتى به محمد، مش بنتكلم عن أي إدعاءات تانية في خيالك. الإدعاءات اللي أتى به محمد كلها إدعاءات فارغة يا أستاذ بلقيس. كلها؟ ليه؟ ان هو بيقول ان في يوم قيامه وعلامات ساعه وكلام من ده. انت شفتي حاجه من علامات الساعه دي؟ آه شفت. شفتي ايه؟
اللايفات تبعكم. هو الرسول يعني في حديث عن الرسول بيقول سيأتي لايفات بيكون فيها حسيني وماني بينتقدوا الدين الإسلامي، يعني قال كده؟ ما هو لو أنا مش هيفهموا علي الجماعة كذا مش مهم، بس احنا هنفهم. طيب انا حبيت صراحة انه هي علامات الساعة دي ليهم ولا لينا؟ استني بس، هي علامات الساعة دي ان هتيجي لايفات تكون فيها حسيني وماني دي؟ ولا حاجة، انا حبيت بس اسلم عليكم. طيب. لقيت الفرصة لاني لو ما قلتش اني مسلمة مش هطلع معكم، واخيرا فيني اسلم على استاذ محمد ابو صالح، ما بنحبش الكذابين والله، دكتور تمسوح وكلياتكم والله كذاب، ما فيش اخلاق بامان. طيب ليش مين نزلها؟ انا اللي نزلتها كمان، انا اللي نزلتها كمان، انا ما حد جماعه من القديمه ما تعملوش الحركه دي والنبي، ما تضيعوش وقت البث في ان انتوا تطلعوا تسلموا، سلموا من تحت يا جماعه، سلاماتكم كلها واصله. بنحبكم كلكم وعلى راسنا، بس يعني انتوا جايين تسمعوا المخالف مش جايين نقعد نسلم على بعض، مش مسلمه اهي يا ماني. انت سمعت الحديث بتاع التيك توك؟ ايه ده، في حديد نزل جديد يا دكتور؟ طبعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه سياتي زمان على امتي ها ينشغل الناس فيه بالتيك توك. اوبا، فساله ابو ذر قال ما التيك توك يا رسول الله؟ ابو ذر ده كان بينط في كل حاجه والله. غريب ابو ذر. قال ابلكيشن اسود، ابلكيشن اسود زبيبه راسي هذا، واشار الى بلال بن رباح. الله اكبر، سبحان الله. وكان يسميه التيك توك، يعني حاجه هذه المعجزات يا اخي. التيك توك بيسميه التيك توك بالطاق مش بالتاء. طيب خلينا نطلع حد. هو عموما اي حديث اي حديث فيه جنس تلقى سفيان بن معطل، اي حديث فيه سؤال تلقى ابي ذر، اي حديث فيه كيف تكون الخلق تلقى ابي هريره، فالناس مقسمين الشفتات. السلام عليكم على من لا يستاهل السلام. علي حسين، قلت ايه؟ ولي ايه انت قلت ايه يا فعل؟ عيد كده. على من لا يستاهل السلام. طيب يا سيدي بسيطه اهي، باي باي. لا 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 لا، هات والنبي لا، والنبي لا تجيبه، والنبي لا تجيبه، هات نشوف نشوف الحشيش اللي بيشربه ده. أدب حلو، احنا ناقصين يا عم حسين، واحد طالع مش عايز يسلم علينا. طب انت طالع ليه يا بابا؟ عشان ياخد على قفاه، انا كنت هديله على قفاه دلوقتي. الواحد قاعد بيمنتج ورايق، مش عارف ليه السفاله. طيب تبقوا محترمين يا ولاد. اهلا، تحياتي استاذ فهد. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ كيفك يا فندم؟ نتعرف على حضرتك، حضرتك مسلم استاذ فهد؟ نعم. الصوت بيقطع عندك ولا عندي انا ولا ايه يا شباب؟ حد ممكن ياكد لك؟ لا انا عندي الصوت كان بيقطع. استاذ فهد احنا صوتك بيقطع، في مشكله في الصوت عندك. لا الانترنت عندك سيء، فبص جنب اسمك كده هتلاقي فيه شرطتين بتدل على ان الانترنت عندك سيء. اظبط الانترنت عندك يا استاذ فهد. اوكي صوتك كويس، او تقدر تدعن الدين ويطلع الانترنت كويس. يصير فله كويس هيك. اتكلم كده. كده كويس. تعرف بحضرتك، حضرتك مسلم يا فندم؟ مسلم سني. بارك الله فيك، اتفضل يا حسين. طيب قول لي يا استاذ فهد، هل يوم القيامة حق؟ طيب أنا عندي سؤال، بس إني أنا طالع استهل المنصة عشان أطرح سؤال. طبعا لا تضف موضوع البث وتضف موضوع، نتفضل. طبعا سؤالك أهم. أنا آسف، أنا أعتذر إني خرجت عن موضوع. يا جدع لا ما تقولش كده والله، تضف فينا. تفضل يا فندم سؤالك. لا محشوم إذا ما بدك يعني أسأل، ترى والله بنزل والله أبدا. لا أبدا، تفضل. أنا بس بدي أسأل الأستاذ محمد صالح بما إنه كان يدرس. لا الأستاذ محمد صالح ما بيحبش حد يسأله بصراحة. لا هو سؤال يعني، ما هو ما هرجع ادهلك تاني. هو الاستاذ محمد صالح ما بيحبش حد يساله. هو الاستاذ محمد صالح صاحب بث، وقت ما بيحب يتكلم هو بيتكلم. حابب انا راح اسال لينا تفضل. اذا هو حب هو حر يجاوب، بما انه هو كان يدرس الشريعه هاي. والله ما في لا 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 لا, 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 لا اشرح له تاني، اعدها له تاني. روح على بثه، اسمعني روح على بثه، اذا اجى على باله يطلعك وجوز يطلعك.
وجوز ما يجيش عباله وما يطلع، بس اطلع عنده على البث تبعه تحت عن الشريعة كمان تسأله وش صار، تمام؟ فما تسألش الأستاذ محمد، تمام؟ والله حاولت. ما توجه السؤال، بتحب تحكي عن موضوع البث أهلا وسهلا. أوكي شكرا كثير لكم. شكرا العفو. وفي ايه يا جماعة؟ وعلى فكرة بس بس طلعك أستاذ محمد راح تحكي بالشريعة مش راح تسأل. وأنا تعديت من أحمد سامي ولا إيه؟ عادة الحلقة دي بتحصل مع سامي مش مع هي. طيب هافين مامو، تعال نطلع هافين مامو. طلع هافين مامو. مساء الخير. مساء الخير أستاذ شريف، نتكلم عن مين؟ أستاذنا محمد أبو صالح. أولا لا ديني، وجوابا على سؤالك الكريم أخي حسيني، لا ما في شيء من هيك موقف. المسلم يا جماعة يكتب سبعة. جماعة مش صعبة والله، المسلم بيكتب سبعة. أطلع لكم سومري، أطلع لكم سومري. سومري مسلم ومش خجلان ومجرم أصلا. طب نطلعه بعد محمد. حاضر بس يقول لي عشان أطلعه. السلام عليكم. أهلا أستاذ محمد. السلام عليكم. مسلم يا أستاذ محمد؟ نعم مسلم. سني ولا شيعي؟ سني. ممتاز. هل يوم القيامة حق؟ والله عندما كنا صغارا في العمر وعندما لا كان لا اكبر اكبر لا اكبر اكبر، احنا لسه هنرجع لو عندما كنا صغار. لا لا احنا كبرنا دلوقتي. انا تعالى تعالى سيبك من من الذاكره دي، خليك معنا هنا في 2024. اوكي. انا حاليا ما بأمنش. لا نعم ما هو غير مؤمن الآن. وفي إيه يا جدعان؟ المسلم المسلم اللي لسه مسلم يكتب سبعة. طب طب إيه؟ طيب يعني حضرتك لو طلعت وكتبت سبعة وطلعت إن أنت لديني تحب نبلكك؟ يعني نحب نعلي الليفل يا جماعة؟ مش كده يا أخوانا؟ في إيه؟ بص يا ماني، اديهم انه الذين يكتبوا واحد وناخد فتره في المداخلات ليهم في وقت معين يعني، بس ناخد المحل. احنا بنعمل كده بس مش دلوقتي، احنا عندنا دلوقتي موضوع يا جماعه. انا فاهم بس هو للمسلمين يا شباب، مسلمين ومسيحيين. المسيحي المسيحي كلمنا عن قيامه المسيح، والمسلم كلمنا عن يوم القيامه اللي هو يوم يوم الدينون او يوم الحساب يعني، اللي هو يوم السبت ان شاء الله. السبت يوم السبت نطلع اليافعي. طيب يا سام انا اجيب لكم سومري. طلع لنا سومري. انا بقول طلع اليافعي. طلع اليافعي. هات اليافعي ده، هات اليافعي ده عشان نديله على القفاه شويه. حد طلع اليافعي. طيب ماشي. لا لا ما تديليش، ما تقدرش تديلي على قفاي. انا قلت السلام، انتوا غلطتوا علي، غلطت عليكم يعني، زعلانين من الكلام. انت غلطت. سيبك بس من الهبل ده وخليك معايا. هل يوم القيامه حق يا استاذ يافعي؟ اليوم يوم القيامه حق. ايه الدليل على الكلام الفاضي ده بقى؟ ايه الدليل على الكلام ده؟ ما فيش دليل بالنسبه لك. بالنسبه لي كل ال ايه بقى الدليل اللي عندك؟ عندي ألف مليون دليل. يلا انا عايز واحد من الألف مليون اللي عندك، واحد بس. عندي علامات ليوم القيامه. يلا قول لي ايه هي، الصغرى ولا الكبرى؟ انا ما اعرفش ايه الصغرى والكبرى دي، لو بتتكلم عن درجات الحراره ده موضوع تاني. احنا عندنا في علامات يوم القيامه الصغرى والكبرى. الصغرى اللي يوم القيامه عندنا. ايوه. ايه بقى الدليل؟ خلينا من دليل. انت مستحيل تقبل بالدليل اصلا لانه مجرد كلام. ليه مستحيل اصلا؟ مش نوم الكلام رسول الله. اسمعني. لا ما هو مش رسول الله ولا حاجه، هو بيدعي ان هو رسول الله، بس هو لا رسول الله ولا اي حاجه. طيب خلاص خلينا انه يدعى. اسكت. لا انت بتغلط، انت بتغلط. لا عيب يا استاذ يافعي. لا انا حطيت لك ميوت. لا عيب تيجي في البث بتاعي وتقول لي انا اسكت. يعني مش انا مهزة. مش انت واحد جنبي، واحد جنبك. طيب لا كده ما فيش مشكله. طيب اسمعني يا حسين، اذا كان حق فانا نجحت وانت خسرت، واذا كان ليس حق فنحن كلنا خاسرون ناجحون. ف ايوه احسن اكون ناجح بالحالتين ولا ناجح بحاله واحده؟ مين اللي قال لك ان لو حق انت هتكسب؟ على فكره انت داخل النار. عارف ليه؟ ليه دخل النار؟ عشان انت انسان منافق. بايش؟ عشان انت مؤمن بالاسلام من باب الاحتياط.
وده بقى لك انسان منافق. خليك من انا بقول لك عني عن نفسي بس اذا انت ما انت قلت انت... اذا طلع حق فانا كسبت، اذا طلع غلط فانا فاحنا الاثنين ما كسبناش. خلاص انا بكلمك لانك لا إيه؟ تؤمن اللي انت عملته ده اسمه ايه؟ اللي انت صبرك صبرك خليك صبر خليك صبر 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 اللي انت عملته ده اسمه ايه؟ ده اسمه رهان. فكون ان انت بتراهن مع ربنا يعني انت منافق، ما انتش مؤمن ولا حاجه، فانت كمان في النار. مش قصه يا بس انت عارف عارف ان انا في عندي احتمال ان انا ما اخشش النار. استنى بس عشان انت عارف ان انا عندي احتمال ان انا ما اخشش النار، بس انت حتما ولا بد داخل النار لان انا مش منافق. انا ما لقيتش دليل على صحه الدين ولا على صبرك عليا. لا لا انت أنا منافق. انا مؤمن حتى ان في يوم قيامه. صدقني لا انت منافق يا سيدي. صدقني لا 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 اسمع بس حسين صبرك بس خليك صبور يا سيدي خليك صبور اصبر بس اصبر يا اخي اصبر. انت مستعجل ليه؟ محدش بيجري وراك. اصبر اصبر خليك صبور. صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنه. اصبر كده. لا انت سوري نسيت انك داخل النار لانك منافق. بص يا عزيزي انا عندي احتمال ان انا اخش الجنه. ليه؟ انا مش راجل منافق. انا دورت عدل على صحه الاله وصحه الدين وما لقيتش عدل، فبالتالي ما امنتش باي حاجه. اما انت فانت منافق مؤمن باب الاحتياط، فانت اكيد داخل النار. دي امر مفروغ منه يعني. خلصت؟ اه خلصت. سمعت انا قلت لا سمعتك. انا رديت على كلامك. خليني كنت منافق ولا كنت اي حاجه، انا مؤمن ان يوم القيامه حق، ومؤمن انك انسان تافه ما تعرف ولا اي شيء ولا دورت على حق ولا دورت. لا لا ولا عيب قريب. عيب عيب. ليه السفالة؟ طب ما انا ممكن اشتمك واشتم رسول. مش لا 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 مش سفالة. مش سفالة. لا انا عندنا كلمة. لا انت سافل. لا 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 اسمعني اسمعني. ما هو انا ممكن اغلط في رسولك بس انا ما عملتش ده. ليه؟ عشان انا محترم ماشي. مع ان عادي ورسولك ده بالنسبه لي ولا انا كلمتك كده لانكم تغلطوا في الرسول. انت انسان سافل. لا ما حدش غلط في رسولك. لا 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 انت كذاب وما حدش غلط في رسولك. انت انسان سافل. ما بيتكلم خليك مؤدب على العبد الاسود. لا 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 لا, لا. خليك مؤدب خليك مؤدب كده. احنا بنتكلم باحترام وانا بحترمك من الاول مع انك لا تستحق هذا الاحترام. ماشي قول لي يا مولانا. والله يا حسين يوم القيامه امتى؟ يوم القيامه يوم. لا لا انت غلطت وانسان سافل. يوم القيامه امتى حسين؟ خلينا من يوم القيامة انت يعني. لما يجي واحد لك اسمعني 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 لا اتحداك أن... لا لا انت مصري اتحداك تتكلم كلام ده بالشارع بس بطل هيافة بطل هيافة. خليك انسان كده كويس وبطل ايه شغل الجوامع السف اللي بتعملوا في الجوامع ده. مش عارف انتوا في الجامعه اصلا بتاخدوا على قفاك وجايين هنا تعملوا فيها سبع رجاله يعني. فمتبقاش انت في الجامع واخد على قفاك والشيخ مقعدك تحت رجله عمال يشممك في رجله وجاي هنا عامل لي سبع رجاله. عيب يا حسيني. يا حسيني انت قادر باحترام بنكلمك باحترام وبمنتهى الادب وانت انسان سافل. ليه؟ انا غلطت عليك. انت كنت غلطت على رسول الله. لا لا انت غلطت. لا ما حدش غلط على رسول الله خالص. ولا هو اصلا هو اصلا مش رسول الله ومحدش غلط عليك. انت طالع بمنتهى السفاله بدايه ما سلمتش علينا، ثانيا معتبر ان اللي فاتحين الموضوع ده مجموعه من التافهين وان الموضوع تافه ماشي. وانت اتفه لانك طلعت تتكلم على موضوع تافه. مش عارف ايه الانسان اللي طالع يتكلم على موضوع تافه ده ماشي. وطلعت غيرت الموضوع وقلت كلام فارغ زيك اسمه رهان باسكال على فكره لو مش عارفه يعني روح دور عنه ماشي. بنعلمك حاجه هما انك لا تستحق ماشي. وفي الاخر قال لك انا ما غلطتش عليكم. سلم. جمال المسلمين دول والله يا ماني. المسلم يكتب سبعه يا جماعه. المسلم مش الملحد ها. طب هو لو مفيش مسلمين انا ممكن بقى اقول لكم الحديث بتاع الجساسه. حديث الجساسه. انا بحب اقول الحديث ده الجساسه. صوت حديث طويل فانت هات لنا من الحته المفيده بقى. لا 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 ده هي الطلعه دي بقى الناس تقعد تسمعها. بس هو في ار. خلي ناخد ار. دكتور سام موجود؟ دكتور سام. طب عبد الحميد. طب جادو. طب تمسوح. ماني انا في جنبي اصوات. طيب. في جنبي اصوات مش راح ترى. طيب تمسوح. هيجي اقول لك محدش بيديني مداخلات. طب اتفضل يا ار. مساء الخير على جميع. مساء الورد. تفضل شو سؤال الحلقة اليوم؟ هل يوم القيامة حق؟ نعم حق. ما هو الدليل على ذلك يا أستاذ عار؟ دليل في الكتاب والسنة الذي نؤمن به. بس انا لما رحت وبصيت في الكتاب والسنة لقيت ان في حاجات اخبار بتقال فيه مش منطقية خالص وخاطئة وكلام لا يدلل على ان هذا الكلام من عند الله فنصدق ان يوم القيامة حق.
بايش الرأي في علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ زي ايه مثلا؟ زي انتشار الزنا، انتشار الربا، كثرة القطر. الزنا ما كانش موجود على ايام محمد؟ تقارب الزمان، لكن مش بالكثرة هذه اكيد. يا سلام، يعني ما الدولة الفرنسية والدولة الرومانية ما كانش فيها زنا منتشر؟ ممكن كان فيه، لكن مش بالكثرة هذه، شبه العالم كله يزني. ما كان ساعتها كل العالم يزني، لأن كان كل العالم محدش كان مؤمن بالإسلام بتاعك، فأنت على مباحثك ومبانيك العالم كله كان بيزني. لا مش شرط كله كان يزني أصلا، احنا ما نعرفوش هل العالم كله كان يزني أو لا. مش زي توه واضح. الصينيين مثلا، اللي هو الصينيين والهنود دول، لو هم عددهم تقترب من أكتر من نصف تعداد سكان الأرض، كان عندهم اسلام؟ كانوا بيحرموا الزنا في اي وقت من الاوقات؟ ما هو الزنا مش مربوطه بالاسلام، هي تحريم الزنا يا حسين. انا بتكلم الزنا انا بتكلم الزنا بمفهومك، اللي هو علاقه ما بين اثنين خارج اطار العلاقه الزوجيه. هذه محرمه في اغلب الديانات تقريبا. هذه ما فيش مش محرمه عند اليهود، مش محرمه، انا اسف، عند الهنود فيش الكلام ده. الزنا مش محرمه عند الهنود. مش محرم؟ اعمل لك ايه طيب؟ مش محرم؟ هما بيحرموا بس ان انت تمارس الزنا لو انت متجوز، اللي هو يعني ان انت تمارس الجنس لو انت متجوز، لكن لو انت راجل مش متجوز بالنسبه لهم ده مش جرمه اصلا. ان اثنين حبوا بعض ويناموا مع بعض بالتراضي بالنسبه لهم ده مش جرمه اساسا. اوكي، على مدنك انت. فكان الزنا منتشر عادي يعني من وقتها، من وقت محمد، فايه الجديد يعني؟ ما اتش بشيء جديد. اما تقارب الزمان ده حاجه كده بالاحساس، ما نقدرش نمسكها ولا نقيسها ولا نتاكد منها. لكن هو فعلا يعني ده مجرد ادعاء كده. فاي شفت انت قلت ايه؟ فعلا تحس. تحس دي انا اقيسها ازاي؟ احساسه متر، زمانه متر، في حاجه مثلا تؤكد الكلام ان الادعاء ده حقيقي، ولو مجرد احاسيس كده، انا حاسس حاجه، انت حاسس حاجه، الراجل ماشي هناك ده حاسس حاجه ثالثه، ما نقدرش نتاكد منها. لا، هي الاشياء المواضيع اللي تتعلق بالمنتاليتي زي هذه، تقارب الزمان، ما نقدروش نقيسوها ونجربوها، لكن لما يكون في عدد كبير جدا. عشت الوقت زمان على زمان وحسيت بيه يعني، وعارف الفرق ما بين دلوقتي وزمان محمد؟ لا اكيد لا. لكن طب ازاي بتقيس؟ طب ما يمكن الوقت، الاحساس بالوقت في وقت محمد كان زي الوقت احساسنا بالوقت دلوقتي. لان انا قبل مثلا 5 سنوات من توا يعني نحس بان الوقت كان يمشي اخف من اللحظه. لا يا ده حاجه بقى بتحصل مع البشر كلهم. اقول لك بقى الفكره في ايه. حضرتك كل ما بتكبر كل ما احساسك بالزمن بيسرع. ليه؟ الزمن هو عمليه ادراكيه بيطول ويقصر الاحساس بيه بناء على كم الذكريات اللي بتنطبع في ذهنك، وكل ما كان عمرك اصغر كل ما كانت المعلومات الجديده الوارده اليك هي معلومات مره اول مره بتسمعها، فبالنسبه للمخ هي معلومه تستحق الانطباع في الذاكره. فكلما كان هناك معلومات اكتر تطبع في الذاكره بشكل يومي كلما طال احساسك بالزمان. فكلما انت بتكبر الحاجات اللي انت بتشوفها بتبقى مكرره، فاحساسك بالزمن بيقل، وده بيحصل مع البشر كلهم. فهتلاقي ان الطفل الصغير اللي لسه عمره مثلا 7-8-9-10 سنين احساسه بالزمن بطيء، لان كل حاجه بيشوفها جديده بالنسبه له. عشان كده تلاقي الاطفال دايما وهم راكبين العربيه ومسافرين مع اهلهم دايما بيسالوا قدامنا قد ايه، فاضل قد ايه، احنا وصلنا قدامنا قد ايه، لان احساسه بالزمن ابطا من الاب والام اللي مشوا على الطريق ده عشرات المرات لغايه ما عرفوا ما بقاش في حاجه جديده بالنسبه لهم تستحق ان هي تطبع في الذاكره. اوكي تمام. عشان كده انت احساسك بالوقت من 5 سنين كان ابطأ من دلوقتي، وكمان 5 سنين من النهاردة احساسك دلوقتي هيبقى ابطأ من كمان 5 سنين وهكذا. لا هو اللي انا يعني فانت لما القياس اللي انت بتعمله القياس على نفسك ده قياس فاسد اصلا. عشان كده قلت لك قصة الاحساس التقارب الزمن والسرعة فيه حاجة لا يمكن التأكد منها، كلام عين، لانه حاجة شخصية جدا، غير ان انت ما شفتش الوقت ولا عشت الوقت ايام محمد عشان تقارنه بالوقت النهارده فتقدر ان انت تحسب. انا حتى عندي كده كثره الزنا وتقارب الزمان دي طلعت فاكسينه، شوف لنا حاجه ثانيه. ك
كثرة الزلازل والتجارة. كثرة الزلازل، الزلازل معدلها هو ثابت كل سنة ما بيتغيرش. لا كيف نفس في كل سنة ما يتغيرش؟ هات لي احصائية بان الزلازل من اخر 100 سنة اكتر من 100 سنة، من 100 سنة اللي قبلها اكتر من 100 سنة اللي قبلها. هات اي احصائية في كلامك ده. شوف انا مانيش عالم جيولوجيا. انت دلوقتي عملت، طيب ما انت عملت ادعاء وانت مش متاكد من صحه الادعاء. مش ادعاء ما يا ماني، خليني نقول لك انا مثلا باين في المنطقه اللي انا عايش فيها ما هي تقطع زلازل والجبال بكل يعني عمره ما حصل زلزال من سنه 92 عادي يعني. ما فيش زلزال مر بمصر يعني زلزال عادي يعني. انت عامل احصائي بالمطبخ عندك يعني وجايب بالمنطقه ساعه ضيق كده. اوكي شويه نكمل الكلام. بس مصر ممكن هيك، لكن احنا انا في الدول اللي انت عايش فيها اصلا في بنغازي ليبيا. طيب ايه المشكله يعني؟ ما هي مش منطقه زلازل بس في كل وقت، بس من حين لاخر هتمر بزلزال زي ما كل الارض من حين لاخر بتمر بزلزال او اثنين عادي يعني. يعني حرفيا مش منطقه زلازل بكل، فهمت يعني؟ من بدايه التاريخ مفيش حاجه اسمها مش منطقه زلازل، كل الارض ممكن يحصل فيها زلازل في مناطق اكتر من مناطق. ايه المناطق اللي اكتر من مناطق؟ مناطق انتقاء الصفائح التكتونيه او صفائح القاريه، دي المناطق اللي بيكثر فيها معدل الزلازل. لكن الارض كلها ممكن يحصل فيها زلازل، مفيش حاجه اسمها منطقه خاليه من الزلازل تماما، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حته مفيش بقعه على الارض خاليه من الزلازل، الزلازل ده حدث طبيعي زي المطره. مفيش منطقه في الارض مهما كانت جافه الا لما يجي وقت وتمطر عليها. تمام، الفكره اللي بنوصلها ان تاريخيا ما عندناش زلازل ولا فيضانات، لكن السنه اللي فاتت صار لنا فيضان وزلزال قوي جدا في درنا، ماتوا منا قريب 40,000. اللي انا بقوله لك ان هي هيبقى حاجه نادره الحدوث، لكن هتحصل في مناطق اكتر من مناطق. امتى تقول ان هي كترت؟ لما حضرتك بقى المنطقه اللي هي ما فيهاش خالص دي تبقى زي المناطق اللي فيها كتير مره واحده، يبقى في حاجه غلط. مش كده بقول لك لازم حضرتك يبقى عندك وحده مقارنه وقياس. مش كده بقول لك عايز تقيس، قيس انت كل 100 سنه معدل الزلازل اللي بتحصل في هذه المنطقه قد ايه؟ هتلاقي انه عدد ثابت. نسبه ثابته كده وماشي على جراف ومعروف يعني. وهتلاقي المناطق اللي فيها زلازل اكتر زي مثلا اليابان. اذا اليابان منطقه زلازل، حزام زلازل، هتلاقي المنطقه دي معدل الزلازل فيها ثابت برضه منذ قديم الازل، لانه حزام زلازل. فنسبه او نسبه حدوث الزلازل فيها اكتر من عندنا. عادي يعني. كل ده عادي، مفيهوش اي حاجه غريبه. انا عندي مصر ما مرتش بزلزال قوي من سنه 92، في زلازل صغيره قوي حصلت فيها بس زلازل صغيره جدا لا تحس يعني. كان زلزال قوي من سنه 92 ما حصلش زلزال قوي عادي يعني. لان هي مصر مش منطقه زلازل، مش في حزام الزلازل. بس هل ده معناه ان مش هيحصل زلزال تاني زي زلزال 92؟ لا هيحصل، بس معدل انه يحصل ايه؟ كل 30 40 سنه ممكن بيحصل واحد يعني. احتماليه حدوثه ضعيفه بس في احتماليه لحدوثه وهيحصل تاني عادي يعني. لان مصر يعني ما هيش منطقه زلازل ولا شيء بالظبط. مش في حزام الزلازل، حزام الزلازل زي ما قلت لك زي المنطقه بتاعت اليابان، زي المنطقه بتاعت تركيا، في مناطق معينه اللي هي مناطق التقاء الصفائح القاريه. مناطق اللي هي بتلاقي فيها تشكل لجبال طويله. مناطق تشكل الجبال دي، الجبال دي عاليه، دي بتبقى مناطق اصلا التقاء القارات ببعضها او انفصالها عن بعضها. المناطق دي هي اللي بتحصل فيها زلازل لان الهيمالايا بالظبط. اوكي بقى نزيدوا نقطه ثانيه. طيب كثره الكتابه وانتشارها، ايه الحديث بيقول كثره الكتابه وانتشارها ده؟ وعلى اساس يعني البشر ما كانتش بتكتب؟ لا طبعا كانت تكتب، لكن إيه مش بس بيقول كثره الكتابه وانتشارها ده. ايه الحديث اللي بيقول كثرة الكتابة وانتشارها ده؟ اسمه ايه الحديث ده؟ ثواني بس. وبعدين انا عايز اقول لك حاجة كمان يا ار، في مشكلة في كل الاحاديث اللي انت بتجيبها لي او كل النبوءات اللي انت بتجيبها لي دي، مشكلة صغيرة قوي. عارف ايه هي؟ انها غير مربوطة بزمن. يعني ايه؟ انا ممكن اجي بكره يا ار اعمل كتاب فيه 1000 نبوءه 1001 نبوءه، خلاص 1000 نبوءه، واسميه 1000 نبوءه ونبوءه لماني العظيم.
معايا يا عمر؟ اوكي. واجي اقول ايه بقى في النبوءات بتاعتي دي؟ سياتي زمن ما سيحكم مصر رجل اسمه محمد، شعره اسود وياتي من الصعيد. نبوءه. مشكله النبوءه دي ايه؟ عارف ايه؟ ايه؟ ان هي غير مربوطه بزمن، فانا لو كتبت الالف نبوءه اللي انا هكتبهم بنفس الطريقه دي انت ما تقدرش تكذبني تماما، بس اكيد واحده او اتنين من الالف نبوءه بحكم ان انا كتبت عدد ضخم جدا من النبوءات وكلام عايم، لان كان محمد ده اسم يعني منتشر عادي ما فيهوش حاجه، وفي عندنا صعايده كتير موجودين اسمهم محمد، فممكن تضرب معايا ان واحد اسمه محمد يجي يحكم مصر عادي مش ازمه يعني، ممكن تضرب معايا. ولو دي ما ضربتش ممكن واحده من الالف التانيين تضرب، فاي حاجه هتضرب معايا اقول لك اهو شفت نبوءاتي صحيحه. تيجي تمسك بيت النبوءات التانيه بتاعتي اقول لك لا ما لسه زمانها ما جاش، وانا قلت لك هتتحقق امتى بالظبط ما قلتش. فهمت الفكره فين؟ فهمت. تمام يا عمو. فدي اسمها نبوءه كده ولا انا كده بستهبل؟ يعني انا عملت الكتاب ده دي كده اسمها نبوءات ولا ده اسمه استهبال مني؟ هتصدق بعدها ان انا بالظبط هتصدق ان انا ساعتها بقى بعلم الغيب وعلى اتصال ووحي بالسماء او في جن بيخبرني بالغيب ولا انا مجرد راجل بستهبل؟ ده استهبال. لا ما قلتش نبوءات اصلا. الحاله دي منجم ولعن الله منجمين. فهمت؟ اي ما ده مش تنجيم حتى. التنجيم ده يعني ايه؟ يعني انا حتى في اي اتصال باي قوه متافيزيقيه على اساس ان هي تخبرني باخبار الغيب، انا حتى ما عملتش ده. مفيش اي قوه متافيزيقيه انا عملتها، مجرد ان انا كلبت كلام في الواسع ما تعرفش ان انت تغلطه لانه غير مربوط بزمان. انا قلت لك ايه؟ ان هيجي في مصر واحد هيحكم مصر اسمه محمد، شعره اسود، جاي من الصعيد. نبوء خد يا جماعه اهل الصعيد كلهم اي واحد اسمه محمد لموه حطوه في السجن بالظبط كده. واكتب لك بقى واكتب لك بنفس المنهج ده الف هيجي زمن من الازمنه هيحصل ان اسكندريه الناس فيها هتنزل كلها تقف على البحر. نبوء ما حصلتش مش مشكله، انا ما قلتلكش هتحصل امتى. حصل ان في حدث عظيم ومثلا مركب ضخمه وقعت قدام البحر فالناس كلها نزلت تجري تتفرج عليها، اقول لك شفت النبوءه بتاعت ماني العظيم اتحققت اهي. حاجه منهم هتضرب، انا كاتب 1000 نبوءه بقى اكيد في واحده ولا اتنين ولا ثلاثه هيضربوا ويتشهر اسمي ويقول لك اه والله ده الراجل ده عظيم، والناس بقى تبتدي تاخد بقيه النبوءات على محمل الجد وتبتدي ان هي كمان تحول هذه النبوءات الى نبوءات ذاتيه التحقيق. يعني ايه نبوءه ذاتيه التحقيق؟ يعني النهارده اليهود عندهم نبوءات ذاتيه التحقيق زي ايه؟ زي اعاده بناء الهيكل، دي نبوءه ذاتيه التحقيق اصلا. ان هم مصدقين ان في حال اعاده بناء الهيكل سيبعث لهم المخلص بتاعهم فيحكموا الارض. هم يقدروا ان هم يعملوا ده بايديهم، فهم بيسعوا لتحقيق النبوءه بنفسهم. لكن النبوءه غير ذاتيه التحقيق ازاي؟ ان انا اجي اقول لك ان كمان 10 سنين بالتمام والكمال في نيزك هينزل على مدينه الاسكندريه يدمر مكتبه الاسكندريه، دي نبوءه استحاله البشر يعرفوا يحققوها بنفسهم، مربوطه بحدث كوني وذكرت فيها زمان وذكرت فيها مكان، فدي اسمها نبوءه بجد. تحققت؟ لا يبقى مش ممكن، يبقى انا اكيد على وصل بالسماء او انا على وصل بقى بقوه غيبيه بتقدر تديني الاخبار الغيبيه دي. دي اسمها نبوءه. كيف حالة نبوءات ليلى عبد اللطيف يا سلمان؟ ما هي منه انه ليلى عبد اللطيف بتلعب نفس اللعبه اللي هي اللعبه بتاعت انه هيحصل ان هيجي مش عارف هيحصل ايه، او قراءه للاحداث السياسيه والاجتماعيه اللي موجوده. لا القصد انه هل هي نبوءاتها كمان ممكن ان نعتبرها انها اصبح، لان بعضها تتحقق وحصل هذا اكثر من مره، فهل هذا يعتبر انه اي حاجه تقول لنا عليها ليلى عبد اللطيف تكون صادقه فيها؟ هذا سؤال كويس جدا يا مولانا. وهل ده معناه ان هي نبيه بقى؟ اعوذ بالله مش طرش لا كده. طيب قول لنفسك. عندك بقى نبوءه زي اللي انا قلتها لك دي، عندك نبوءه من محمد بتثبت فعلا ان هو على علم بالمستقبل وان هو الله يخبره الغيبه بنفس المنهجيه اللي انا قلتها لك بتاع ان في نيزك هينزل على في الاسكندريه على مكتبه الاسكندريه كمان 10 سنين، قال حاجه شبه كده وتحققت فعلا؟ لا شيء تصدق ان هو الراجل ده فعلا نبي؟
فنصدق ان الراجل ده نبي ولما يخبرنا ان في يوم القيامة نصدقه، ولا قال كلام ما حققش؟ الساعة اقتربت. ما أنا أوكي تمام، وصلت الفكرة. هي يعني أنا عندي عندي على قيام القيامة الحديث بتاع مرة غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يعني الواد ده مش هيوصل إنه يعجز ويشيب إلا لما تكون الساعة قامت. هي الساعة قامت؟ لا ولا الواد ده لسه عايش معجزش؟ ولا الكلام ده غلط؟ لسه عايش، لسه عايش داري. شفت يا اربع الزنقه اللي انت فيها دلوقتي؟ انت قدامك حل من الثلاثه: يا اما ان الساعه قامت واحنا بنتحاسب دلوقتي، وانا ملاك الحساب اللي بحاسبك وبختبرك وبقول لك من ربك، او ان الواد ده لسه عايش، الغلام اللي مر للمغيرة بن شعبة ده لسه عايش لغاية دلوقتي ولسه غلام ان شاء الله ما فيش حاجة، او ان الكلام ده غلط. على فكرة الشيوخ الاسلام يقولوا لسه عايش. في منهم من قال بذلك فعلا. كريزي والله. تمام، شكرا ليك استاذ ماني، مداخلة جميلة. يا ريت تكلمنا عن العلامات الكبرى. مشكور جدا حبيبي، شكرا. طيب هو مين اللي كان فوق؟ حطب يا ابو حميد، انت هنا؟ هل تسمعنا؟ انا كنت سامعك وانت بتناديلي، بس كنت بتعشى. كنت بتتعشى وسايب نفسك؟ موجودين دلوقتي؟ انت بتتعشى كل يوم؟ حاجة غريبة قوي يا دكتور سام. فلوس اسراف، ما بعده اسراف والله. فلوس فلوس الماسونية. لسه هقولها، فلوس فلوس. طب استلم يا عبد الحميد، السلفية منهجنا. بيقول لك السلام على من اتبع الهدى.